طيب بسم الله. أنا اسمي عادل صلاح، أبدأ من البداية. اسمي عادل صلاح، اشتغلت في عالم المنظمات من 2008 إلى حتى الآن. طبعا كل شغلي كمنظمات مركز بشكل كبير على حشد التمويل، كتابة المقترحات، إدارة المشاريع والمتابعة والتقييم بشكل رئيسي. نستمر كل يوم نتعلم حاجة جديدة في عالم المنظمات. مريت بمختلف الوظائف، بدءا بالأوفيسر في منظمات محلية إلى أن صرت مدير تنفيذي، إلى أن انتقلت منظمة دولية، رحت منظمة الصحة العالمية اشتغلت كأوفيسر، وبعدين انتقلت منظمة دولية زي أوكسفام، انتقلت كمدير برنامج أو بروجرام مانجر. اشتغلت مع منظمة، في آخر وظيفة لي كانت في منظمات كنتري دايركتور أو مدير قطري لمنظمة وارد تشايلد أو طفل الحرب البريطانية. خلال هذه الفترة تعلمنا حاجات كثيرة، اشتغلنا مقترحات كثيرة مع كل الجهات اللي اشتغلنا فيها، بالإضافة إلى التواجد بشكل يعني كموظف أو التواجد كمانح والتواجد كمنظمات. تعلمنا فيها حاجات كثيرة، تعلمنا ما المتطلبات الرئيسية والأساسية في شغل عمل المنظمات. هذا بالنسبة لي يعني بشكل سريع، وبأتمنى أنه نعمل تعارف للموجودين، ولأنه الكل مش موجود فبيبقى معانا موضوع التعارف غير مكتمل، لكن يا ريت أسمع منكم هكذا كل واحد يعطينا فكرة عن نفسه بشكل سريع. وطبعا الأستاذ حازم ما بيقدرش يطول معنا، بيبدأ معنا يعرف يعني ممكن يعطيكم كلمة ويرحب بالجميع، وإحنا نتمنى له الصحة والسلامة إن شاء الله، لأنه صراحة تعب يعني. أول شيء مساء الخير جميعا، إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية، إن شاء الله الكل يكون بأحسن حال يا رب العالمين. كنت أتمنى أكون معكم بحال أحسن من الحال، بس قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله يكون وضعي أحسن إن شاء الله في المستقبل. بإذن هلا الله. أنا بمصداقية، أنا ما بعرف إذا صوتي واضح أو لا. لا واضح واضح أستاذ حازم. أنا بمصداقية شهادتي بالدكتور عادل مجروح، يعني واحد من أفضل الأشخاص اللي اشتغلت معهم في موضوع الرايت تو بروبوزل وفند ريزنج على مستوى ما بدي أبالغ، على مستوى العالم بكل مجالي بهذا العمل. هو حاليا فاوندر واند سي او لبورتل 365، one of the biggest association in the world في مجال التدريب، في مجال عفوا ال ان جي او، واعتقد راح يعني يطيل الكلام في هذا الموضوع بشكل أكبر وللمستقبل إن شاء الله. البرنامج راح يكون برنامج ثقيل بالعامي، الكل راح يصمم بروبوزل، مقترح مشروع بشكل خاص بشكل منفصل. كنا مفكرين كل اثنين مع بعض كحد أعلى أو كل واحد لحال حسب أنتم ما تشوفوا مناسب، وراح نفتح لكم إن شاء الله بالاتفاق مع أخوان البورتل. راح يكون في لكم أكسس على موضوع إنه راح تدخلوا على البورتل وبتصمموا مشروع، وبيتم المتابعة بشكل دائم. يعني راح تتخرجوا لكل حدا فيكم راح يكون في له بروبوزل منفصل فيه. هذا أولا. وثانيا البرنامج سخي جدا، يعني سخي بطريقة إنه ما راح تطلع منه لما تكون مار بكل المراحل، وتطلع عامل مشروع بشكل كامل. أنا بدي أشكركم بالآخر، وأشكر الدكتور عادل اللي يعني شكرا بعتبره جزيلا. أخ، الله يسلمك ويعطيك ألف عافية، وشكرا لكم. يعطيك ألف عافية أستاذ حازم، وإن شاء الله بالسلامة، نطمن عليك بكرة بإذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ حازم. أنا أشوف إن إحنا العدد رغم إنه إحنا تقريبا النص، فممكن كل واحد ياخذ ما يعني قريب من اقل من دقيقه هكذا، يعرفنا عن نفسه، شغله بالمنظمات، ايش اشتغل، خبرته في كتابه المقترحات، عشان نعرف بعض بشكل اكبر، وبندخل على طول نبدا بالجلسات التدريبيه. فممكن من اللي جاهز يرفع اليد اذا تعرفوا تستخدموا الزوم، او ممكن على طول تكلموا، يعني الموضوع احنا العدد مش كبير يعني. طيب شدوان، مساء الخير، يعطيكم العافية. أول مساء شيء أتمنى للأستاذ حازم السلامة، اللهم الشافي المعافي يا رب، وأهلا وسهلا فيك دكتور يعني معنا.
أنا بالنسبة لي اسمي شدوان المصري، رئيسة قسم المهن الطبية بكلية الخوارزمي، ما دارسة شاء الله. صيدلة، معي ماستر صيدلة، وعضو بلجنة السي بي دي بالنقابة، وحاليا يعني مؤسسين احنا لشركة صغيرة غير ربحية اسمها زرع ما شاء للمهارات الله الحياتية والتعليمية. إن شاء الله ما شاء الله. مختصر عني، والعمر بلاش. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. سعداء لا والله عمري بوجودك. 53 سنة، يعني مش كبيرة كثير. وصل. لا لا لا، أهلا أهلا وسهلا يا أهلا حبيبي وسهلا. أهلا. يا إيناس، يعطيك العافية دكتور، الله يعافيكم. نتمنى لازم بكرة السلامة يا رب وترجع لنا بحال أفضل من هيك. أعرفكم عن نفسي بداية، أنا إيناس الكساسبة، ماستر تحاليل طبية وناشطة شبابية في المنظمات تقريبا من 2017، تدربت بفترة معينة وكنت أكتف منبر يعني بفترة أخرى، يعني ذات إيزي. اهلا وسهلا. اليوم كله طب وصيدله والله. طبعا انا خريج طب بشري، يعني فاحنا كلنا من نفس المجال، تشرفنا دكتور، بس بطلت الطب يعني نسوي الموضوع. كنا كان مبدئي. اذا تمام، السلام. يعطيكم العافية. بالبداية سلامات للأستاذ حازم، يعني مع ألبك شر إن شاء الله، وتشرفنا فيك دكتور عادل. أهلا أنا وسهلا. سلام النوافلة، بعمل منسقة مشروع في المكتب الإقليمي لمنظمة المبادرة النسوية الأورو المتوسطية، جميل. وكنت كمان معي يعني بحمل درجة الماجستير في وومنز ستاديز أو دراسات المرأة والجندر من الجامعة جميل. الأردنية، ويعني بصفتنا يعني مثلا مشتغل بالمشاريع، اشتغلت فترة بالريسيرش، إدارة الأبحاث أيضا كمان في نفس المنظمة، عملت فيها بمشروع إقليمي كمان، فمهتمة صراحة بالفند ريزنج، كيف كتابة البروبوزلز، كيف نقدر نقدم لفاندز، كل هاي التفاصيل. ويعطيكم ألف عافية جميعا. الله يعافيكم، شكرا جزيلا. ضليت أنا هدمي. ايوه يعطيكم العافية وألف سلامة على الأستاذ حازم. أنا هديل أبو حيانة، منسقة مشروع بيردو بالمبادرة النسوية الأورو المتوسطية، معي ماجستير دراسات مرأة. ما شاء الله. الله يسعدك. يعني خبرتي بالمقترحات المشاريع خلينا نقول يعني مش كتير قوية، فكانت هاي واحدة من أهم الأشياء اللي خلتني أسجل بهذه الدبلومة. عندي علم بس بحب أعرف أكثر، أطور من السكيلز عندي أكثر. جميل. وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. لساتنا معنا. أنا كمان يمكن لسه ما عرفت عن حالي، شذى القصص، أنا صيدلانية بشتغل في نقابة الصيادلة، مسؤولة عن التدريب والتشغيل في نقابة الصيادلة. يعني أنا مهتمة في موضوع الـ NGO كونه جزء من شغل النقابة هو NGO، أهلا وسهلا وسهلا. وصراحة يعني أنا أخذت كمان دورة إدارة مشاريع البي إم فور NGO، مهتمة كثير في الموضوع، اشتغلت في أكثر من مشروع مع وزارة العمل، وإن شاء الله يا ربي يعني الواحد بيطمح إنه يكون يعمل إشي بيفيد المجتمع أكثر، يعني نبني إشي مختلف يعني عن اللي بنشتغله من خلال مؤسسات زي نقابة وهيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ده والله حلو، يعني الكل كلنا جايين من الباك جراوند كله يعني. تمام، ممتاز. طيب رند، او يمكن انا رغم انه العدد قليل بس الاسماء متشابه، مش عارف لسه جديده علي. رند يعطيكم العافية. الله يعافيكم. أنا رند الهاشم من الجامعة الأردنية في مركز تنمية وخدمة المجتمع، مخلصة ماجستير إدارة موارد بشرية. شغلي كتير مرتبط بإنه نبحث عن تمويل لمشاريعنا، خصوصا أنها كلها خدمات مقدمة للمجتمع، فكتير مهتمة أدرس هذا الموضوع. إذن ممتاز جدا، سعيد جدا بالجميع، وإن شاء الله ينضموا لنا البقية ونتعرف عليهم، حتى لو مش اليوم. طبعا كبداية أنا أحب إن أنا أوضح إنه الكورس مهم جدا، وما ينفعش إن واحد يغيب في النص أو في البداية أو في النهاية. يعني هو مبني على حاجة إحنا نسميها لوجيك، يعني منطق.
يعني عشان نفهم نكتب مقترحات لازم نستوعب من بدءا بتحليل السياق الى ان نبدا بتطوير الاطار المنطقي بما فيها النتائج والمخرجات والاثر والاهداف والمؤشرات والاشياء هذه كلها. فاي حد يغيب يبدا يضيع علينا، يعني خلاص تلقائيا يبقى معنا للنهايه بس بدون فائده حقيقيه. طبعا الماده مصممه بطريقه انه من اول يوم الى اخر يوم كل يوم يعني ناخذ جانب نظري وفيه تطبيق عملي، وكل واحد منكم بيضطر يطور مقترح الى ان اخر يوم التخرج عباره عن او الـ يعني الاختبار عباره عن استعراض كامل، برزنتيشن للبروبوزال كامل بما فيه كل اجزائه بما فيها الاطار المنطقي وبما فيه المتابعه والتقييم وتحليل الوضع والبنفيشاريز او المستفيدين الى ان نتكلم عن الميزانيه، وضع الميزانية التفصيلية كمان. فتواجدكم وتركيزكم معي مطلوب جدا، لأنه كمان حتى تحفزوني، يعني أتمنى أنه ما تأخذوش الموضوع أنه دراسة، لا، الجامعة والأكاديمية والأشياء هذه أكيد أنه هم تعودوا على أشياء، أنه مثلا أنا ممكن أعمل لكم الجانب النظري وأعطيكم سينوبسز أو هوم وورك وأقول لكم يلا اشتغلوا عليه، بينما لا، احنا انا مضطر ان اعمل لكم فيدباك في كل خطوه، ولازم ان انتم تشتغلوا معي وتخلوني معكم في فتره التدريب كامل. هو طبعا الموضوع صعب علي كمان ان انا اراجع كل مقترح انتم تطوروه، بس لازم تشدوا حيلكم عشان اكون معكم. هذا طلب اتمنى انه تاخذوه جديه. طبعا ببدا افتح اول برزنتيشن لانها عباره عن انترودكشن، يعتبر احنا ما دخلنا المادة بس احب ان احنا نبدأ فيه دائما introduction، نكون كلنا في الصورة ومستوعبين وين احنا ماشيين. انا بس احاول ارتب الان وضع هذا حق ال تمام، هكذا المادة واضحة صح امامكم؟ تمام. طيب كانترودكشن، زي ما قلنا المادة هي عبارة عن كتابة المقترحات سواء للمشاريع الإنسانية أو المشاريع التنموية، احنا نغطي كل الجوانب. طبعا هذا المادة أو التدريب أو إيش ما اعتبرناها، محاضرة أو إيش ما كانت، هي فعلا مناسبة جدا لأي حد شارك في تأسيس منظمات، لأي حد يعمل في قيادات المنظمات أو مدراء تنفيذيين، أي مدراء برامج أو مسؤولين أو مختصين حشد تمويل أو منح، أي شخص بيشتغل طبعا مش المنح الدراسية إنما المنح اللي هي عبارة عن تمويلات، بالإضافة لأخصائيين أو الأوفيسرز. طبعا ميل هذه اختصار لمونيتورينج ايفالويشن اكاونتبيلتي اند ليرنينج، اللي هي عبارة عن أخصائيين المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم. أي حد يطمح إنه يشتغل في عمل منظمات المجتمع المدني خصوصا في حشد التمويل، وممكن يتطور في الوظائف إلى أن يصل لهذه الوظائف اللي ذكرناها سابقا. طبعا الأوبجكتيفز بشكل عام، احنا في نهاية المادة هذه أو بشكل عام we need to understand how to search for donors، لازم نتعلم كيف نبحث عن مانحين بطريقة صح، كيف نستخدم الأدوات اللي تخلينا أقوى في كتابة المقترحات في وصول لمعلومات المانحين، وأيضا كيف نعمل تطوير أو to develop a professional proposal writing skills. We have to be professional in the writing skills and we will learn about it. طيب أنا كانت الفكرة مصممة إن إحنا بنستخدم لينكدين للتعارف، ولأنه ما حضروا الكل فأنا أجلتها وبنعملها لاحقا، إنما أي واحد منكم يقدر يشاركنا رابط للبروفايل تبعه في لينكدين ويحطه في الشات، واحنا ممكن نعمل كليك ونضيف بعض في لينكدين لسهولة التواصل، يعني بيكون دائما تواصلنا، أي حد منكم يحتاج يوصل لي يقدر يلاقيني في لينكدين. المادة ستغطي هذه المواضيع، بنركز اليوم على دونر بروسبكتنج اند دونر فيت، انه الى اي مدى قادرين ان احنا نكون جاهزين لاستقبال التمويل وكيف ممكن نبحث عن المانح. بنتكلم على مكونات مقترح المشروع بما فيها النيد اسسمنت او تقييم الاحتياجات، كيف نعمل تطوير لاهداف المشروع، ماذا نعني بنظريه التغيير نسميها ثيوري اوف تشينج، دائما نسمع هذا المصطلح، والفارق وما الفرق بين الثيوري اوف تشينج واللوجيكال فريم ورك او الاطار المنطقي،
وعندنا مصطلحات اللي المتعلقة بالبنفيشاريز أو تارجت جروبز، مونيتورينج اند ريبورتينج بما فيها المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم، والجندر انكلوجن مننا من اشتغل او تخرج او درس هذا التخصص. في هذا التدريب ربما في ساعة واحدة بنغطي اهم ما يمكن ان الواحد يستوعبه في موضوع الجندر انكلوجن او دمج النوع الاجتماعي في التنمية او في مشاريع التنمية والإغاثة. في معنا سيشن مفروض او جلسة خاصة ب الحديث عن الشركاء التنفيذ او نسميهم ستيك هولدرز، احيانا الترجمه الحرفيه يسموهم اصحاب المصلحه او الجهات المعنيه. اي مشروع مثلا في الصحه بيكون الجهات المعنيه كل من يتعلق في الصحه، وبينما لو المشروع في التعليم بيكونوا الجهات المعنيه او اصحاب الحصص، وزاره التربيه والتعليم، واي جهه تشتغل كقطاع خاص في مجال التعليم وغيرها. احيانا نتكلم على الـ NGO capacity and access، قدرات المنظمة إلى أي مدى المنظمة جاهزة وقادرة على إدارة مشاريع كبيرة وقدرتها على التنفيذ في المناطق المستهدفة، بالإضافة للبروجكت بادجت، يعني نحتاج إن احنا نتكلم على ميزانية أو موازنة المشروع. من الأشياء اللي نحتاج إن احنا نتفق عليها في البداية time commitment for the training، نحتاج فعليا التزام بوقت التدريب، وهذه النقطة ربما تسمعوها مني كثير، لكن لأن أنا حرصا عليكم إنه أنا عارف حجم المادة التي تقدم، فمهم جدا إن أنتم تكونوا قادرين تعطوا المادة وقت، وخصوصا في الحضور والمشاركة والتفاعل. موضوع إنه فتح الكاميرا، أنا بصراحة يعني أحيانا حتى لما ندرب شباب وشابات في أصعب مناطق ممكن يتواجدوا فيها، أحيانا نفرض عليهم فتح الكاميرا من أجل نتأكد أنهم متواجدين معنا، مش بس فاتحين الزوم وهم مش مركزين معنا. فهذه من النقاط اللي تحتاجوا أن أنتم تتفقوا فيها. في النهاية أنا مش قادر أفرض عليكم حاجة محددة، إنما أنا أتمنى من منكم قادر أنه يفتح الكاميرا من أجل يتواجد ويركز بشكل أكبر، فهذا بيكون أفضل بكثير. يعني التواجد بالكاميرا أفضل من إقفال الكاميرا، ويقدر واحد يجهز المكان اللي هو قاعد فيه بطريقة يشعر أنه يعني كأنه فعليا في المحاضرة، يعني يكون جاهز بشكل رسمي. طبعا السؤال كل واحد يقدر يسأل أي وقت، واحد أو واحدة منكم عنده أسئلة يتفضل أي وقت برفع اليد في زوم، ونعطي مساحة للأسئلة والإجابات. وطبعا عندنا assignments أو عبارة عن homeworks every day، يعني أقصدنا في كل جلسة تدريبية أو محاضرة بعدها الشغل لازم نشتغله. وطبعا نحتاج نتفق من الآن هل نطور المقترحات على شكل مجموعات أو نطور المقترحات كل واحد يطور مقترح خاص فيه وخاص بمنظمته. يعني معنا ثنتين من المشاركات الآن ذكروا أنهم يشتغلوا في حق الأورو متوسط، يعني في منظمة واحدة، فإلى أي مدى نطور مقترح واحد بما أنهن زميلات، أو أنه لا إحنا في هذا درس، والدرس معناه أنه كل واحد لازم نعطيه فرصة ويطور مقترح خاص فيه. فممكن هنا كلنا نشارك في النقاش، هل نطور مقترحات بشكل فردي أو بشكل جماعي؟ أحتاج إجابات. على الأقل اكتبوا في الشات إذا تحبوا أو تكلموا عادي. صراحة مع الجميع المناسب الأغلبية ووقتهم، يعني بتخيل هذا بده هيك شوية نقعد يعني نفكر فيها أكثر، لأنه يعني إذا بدنا نلتزم مع حدا بدنا نكون كمان إحنا ملتزمين تجاه الشخص الآخر اللي بدنا نشاركه، بالضبط. فيمكن بدنا وقت نفكر فيها. أنا كمان خايف إنه بمجرد ما نقول مجموعات بعدين يشتغل واحد وأعضاء المجموعة ما يشتغلوش. مثلا أو واحد يأخر الثاني لأنه كل حدا عنده التزامه، يعني فيمكن بدك شوية تفكير بالخير. هو شوفوا، لو إذا أنتم فعليا بتحبوا فعليا التعلم، يفضل كل واحد يشتغل عشان يضطر يقرأ المادة ويمشي معنا خطوة بخطوة. هي بصراحة تحتاج اجتهاد الموضوع، بس إنه هذه المادة بالتحديد، يعني بقول لكم ربما لو تسألوني ليش أنا تركت الطب تماما، بقول لكم تركته لأن أنا استمتعت بكتابة المقترحات
وشعرت بأهمية الشغل اللي احنا نشتغل فيه أكثر من أني أشتغل كطبيب يعني. فهو الشغل ممتع، متعب جدا أكيد، لكن ممتع جدا لأنه بنقدر فعليا أن احنا نحشد التمويل ونشتغل مع المجتمعات ونطور المجتمعات ونحل مشاكلها بالطريقة اللي نقدر عليها. فهو مميز يعني. يعني كاتب المقترحات يمكن الشخص الوحيد الذي لو خطط لعمل شيء في المجتمع بيقدر مهما كانت الصعوبات انه يبحث عن تمويل، لانه قادر يصمم المقترح والمشروع ويبحث عن تمويل بكل طريقه ممكنه الى ان ينفذ ما كان يخطط له من ناحيه تنميه المجتمع. مثلا لو كان لو راى في مجتمع مثلا مشروع ما يحتاج الى تطوير، بيقدر انه يبحث عن تمويل ويعمل صياغه المقترح ويطور ويعمل تطوير المشروع الما. لو شاف مشكله في التعليم بيقدر يحل مشكله التعليم. يعني لو راى مشكله لها علاقه بالحمايه بيقدر يعمل حلول وهكذا. كتاب المقترحات هم اساس، هم مدراء المبيعات، او هم يعتبروا، لو اعتبرنا المنظمه او الشركه الغير ربحيه عباره عن شركه ربحيه، فمن يعمل كمبيعات هو الشخص الذي يعمل ككاتب مقترحات. لذلك تعتبر، نقدر نعتبرها أهم وظيفة داخل المنظمة دائما. يعني سواء كنت في منظمة محلية أو دولية أو متحدة، أنت كشخص يكتب المقترح تعتبر الأساس في عمل المنظمة. وإذا لم تكتب مقترح يعني وتوفر تمويل، المنظمة لن تكون قادرة على العمل أصلا. فإحنا باختصار، أي حد قرر أنه يؤسس منظمة أول سؤال نسأله إذا هو قادر يحشد تمويل أو قادر يكتب مقترح. لذلك أنا أنصحكم أنه تحاولوا قد ما تقدروا أنه كل واحدة منكم أو منكن تشتغل يعني مقترح منفصل، لأجل تعطيه وقت أكفأ يعني كافي. هذا نصيحة. وإذا اضطرينا نشتغل كجروبز، ما زي ما ذكر الأستاذ حازم، لن نسمح بأكثر من 2 في كل مجموعة، لأجل يعني لو يعني نقلل من نسبة الاعتمادية على الآخرين يعني. تمام إن شاء الله. ففكروا بالموضوع وبعدها. فردي أحسن، على بناء على الحكي أعتقد فردي أحسن. أي هو الفردي أفضل، أفضل لأنه يضطر واحد يخوض في هو كل تعب عليك أكثر المقترح. بس. طبعا هتعب عليه جدا، لكن الموضوع يستحق يعني. هلا تسمح لي بس ملاحظة دكتور ولهم السامعين، نعم عشان شكرا على كلامكم، بس بدي أنوه لشغلة إنه إحنا ليش فردي؟ لسببين. الأول إحنا عاملين أكاونت منفصل لكل حدا فيكم على بورتال، كان هذا الحكي الدكتور حكيته بعد شوي، في منفصل يعني راح تدخل باسمك منفصل، هاي أولا. ثانيا حلو تتعلم تعرف أخطائك لحالك وتصلح عليها، يعني الشغل راح يكون بالمستقبل أفضل وأسهل، يعني أولها صعب بس لقدام راح يكون كثير أسهل. فأنت استثمر إنه لك أكاونت منفصل إلك على بورتال، هاي يعني هاي نصيحة من أخ. يعطيك العافية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب، احنا طبعا في حد انضم لنا متأخر شوية، بس احنا بنرجع نشوف اي حد جلب من اجل التعارف، مش مشكلة بنرجع لهم. طيب نكمل الانترودكشن. طبعا تعملوا حسابكم عندما نتكلم على كتابة مقترحات، طبعا مش كل واحد قادر يكون متخصص في كتابة مقترح لأي نوع من أنواع المشاريع، نحتاج وقت. يعني مثلا بنلاقي شخص يكون محترف في كتابة مقترح بس قادر يكتب مشروع صحة، بس مشروع صحي يعني health proposal أو health project. فكرة كتابة المقترح هو عبارة عن تصميم لمشروع. ممكن حد يكون محترف في كتابة الـ health proposal، في حد يكون قادر يشتغل education proposal، وفي ناس يقدروا يشتغلوا مثلا بروتكشن، واخرين قادرين يشتغلوا في الانفايرمنت، اخرين في بناء السلام، اخرين وهكذا. يعني احنا فقط حبيت انا اعكس لكم فكره انه عندنا 18 مشكله عالميه احنا نعتبرها the most common problems and challenges في العالم. يعني عاده في العالم حوالي 18 الى 20 مشكله عالميه. المانحين مع المنظمات كلهم يحاولوا فعليا انهم يعملوا لها استجابه او تخفيف من اضرارها او الحد منها بشكل عام. يعني فلو تكلمنا على المشكلات هذه، فاول اكبر مشكله هي انعدام الامن الغذائي اللي هو الفود انسكيورتي.
وطبعا التعريف للمشكلة هذه انه يعني الناس صعوبة وصول الناس لكمية كافية من الغذاء وغذاء متنوع صحي. في عندنا مشكلة اللي هو شحة المياه water scarcity and sea sanitation and pollution. عندنا الان affordable access to quality health services. هذه كلها مشاكل. لو طلع احنا نتكلم على major challenges increased malnutrition، تشوه التغذية عند الأطفال تحت السن الخامسة والنساء الحوامل المرضعات بشكل رئيسي هم أكثر من يتضرروا. وأيضا عندنا عدم الوصول أو الحصول على التعليم بشكل متساوي في كل المناطق، وفي مشكلة التحيز اللي هو gender based violence and equal access to justice rights and resources. في عندنا مشكلة اللجوء المستمر والنزوح المستمر من مناطق الصراعات والنزاعات والحروب أو حتى المناطق المستمرة زي ما هو حاصل الآن مثلا من دول الجنوب إلى دول الشمال في أوروبا. فمستمر موضوع الفورست ميجريشن والديسبليسمنت، خصوصا ما الأشياء اللي متعلقة بالحرب أو فورست ميجريشن، يعني شبابنا إذا ما لم يعمل يضطر إنه يعملوا هجرة غير شرعية وغيرها. lack of peace and security، في انعدام للسلام والأمان في كثير من المناطق في العالم. طبعا احنا نتكلم على مشاكل عالمية. في أيضا ضعف في المؤسسات والمساءلة والحوكمة في المؤسسات يعني اللي تقدم خدمات للناس. لاحظوا احنا ما زلنا نسرد المشاكل. عندنا يعني قلة إشراك الشباب وأولوياتهم يعني بشكل عام في خطط التنمية وما يتعلق بخطط التنمية في كل البلدان. عندنا الإعلام والصحافة أصبحت متحيزة وأصبحت غير معبرة أو لا تعمل بشكل احترافي، يعني صارت يعني أصبحت تحدي، حتى أصبحت ضارة بحقوق الإنسان بدل ما هي المفروض تكون عبارة عن إعلام يساعد، يعني يكون غير متحيز. هذه مشكلة عالمية. عندنا الـ challenges of safeguarding cultural heritage and art اللي هو الحفاظ على الآثار والتراث من أكبر المشاكل في البلدان. عندنا اللي هو الـ climate crisis أو أزمة المناخ، بالإضافة إلى صعوبة الوصول للطاقة النظيفة، مشكلة التنوع الحيوي البايو دايفرسيتي لوس سواء المخلوقات البحرية أو البرية، الغابات، التنوع في البحر والبر، خلونا نقول ديفورستيشن اللي هو يعني عبارة عن اقتلاع المناطق التي تعتبر غابات أو ممكن حتى حرقها، الحفاظ على الحياة البرية، مستقبل العمل والبطالة. عندنا صعوبة في يعني يواجهها بشكل كبير كل من بدأ مشروع صغير أو متوسط، وخصوصا كيف يصل إلى السوق ويقدر يشتغل. في عندنا صعوبة فقد الزراعة والجفاف، وأيضا عندنا تطور سريع في مستقبل الإنترنت والثورة الصناعية الرابعة. لو تلاحظوا هذه كلها مشكلات لا تمس بلد واحد ولا تمس مدينة واحدة ولا حتى قرية واحدة، الكل متضرر منها، ولذلك احنا نسميها الجلوبال تشالنجز، هي جلوبال تشالنجز والكل يواجهها. الخلاصه من الانترودكشن هذا انه لو تلاحظوا كل مشكله ظهرت هي عباره عن سيكتور او قطاع. يعني الشخص اللي يشتغل مثلا هذه مشكله المياه، ندره المياه والصرف الصحي والنظافه، هذا قطاع كامل، بينما الامن الغذائي قطاع منفصل، وهكذا كل مشكله تعتبر برنامج. في عالم المنظمات احنا لما نبني برامج لازم نعمل مثلا للامن الغذائي بنسميه برنامج الامن الغذائي، أحيانا ممكن نسميه برنامج المياه والإصحاح والنظافة، أحيانا ممكن نسميه برنامج الصحة، برنامج التغذية، برنامج التعليم، برنامج الحماية، برنامج المأوى وإدارة المخيمات، برنامج بناء السلام، برنامج الحكم الرشيد. لاحظوا كلها بتظهر عبارة عن برامج. هذا مثلا ممكن تكون برامج الشباب، برامج الإعلام والصحافة، برامج التراث والفنون، وهكذا. الآن إيش المطلوب منكم؟ مطلوب منكم كل واحد من الموجودين يحدد المجال الذي سيقوم بتطوير المقترح فيه.
يعني مثلا منكم من يقول لا انا بشتغل في مجال البيئه، منكم من يقول لا انا بشتغل في التنوع الحيوي والحفاظ على الغابات والحياه البريه، في حد منكم يقول لكم لا انا اشتغل في تحسين توظيف الشباب، في اخرين يقول لا انا بشتغل على بناء او تطوير المشاريع الصغيره، اخرين ممكن يقولوا انا بشتغل مشروع في الزراعه، واخرين ممكن وهكذا. فهذه المشكلات تخلينا ان احنا نستوعب ما هي المجالات اللي كلنا نشتغل. طبعا كشيء احنا لازم نتعلمه الجلوبال بروبلمز او التشالنجز هذه اللي تكلمنا عليها will only be solved by strong programs، يعني لازم يكون في برامج قويه تشتغلها منظمات او حتى الحكومات بما فيها مشاركه القطاع الخاص في عمل حلول شامله يعني تعالج المشكلات التي يعاني منها المجتمعات. الآن نحن في نقطة أنه كل واحد منكم يقرر المجال الذي سيعمل فيه. فأنا إيش بعمل؟ أنا بضطر أن أنا أسمع منكم كل واحد يحدد المجال. في طبعا جدد عندنا دان وجومان، إذا ممكن يعرفونه بأنفسهم وين يشتغلوا، هل يشتغلوا مقترحات من قبل، هل عملهم مرتبط بحشد التمويل في المنظمات أم لا. فممكن نبدأ جمان أو دان، أي حد جاهز؟ جاهز. يعطيك العافية أستاذ. عليك أنا النعم. طيب، أول شي بعتذر إني أنا فتت متأخرة، بس لأنه تأخرت في الدوام شوي. أنا مخلصة ماستر قوانين سبرانية. ما شاء الله عليك. بالنسبة للمنظمات، يعني أغلبها كان تطوع أو internship. أوكي. حاليا أنا project coordinator بمساحة ليوان، هي local NGO، أها. ويعني بحب مجال الـ human rights لنقول بالمنظمات. أوكي. يعني أنا برجع للمادة إذا. human rights صح؟ أنت ناوية تشتغلي مقترح بأي مجال بما أن أنت تكلمتي؟ هلا انا يعني دخلت بوسط الحديث، فما بعرف اذا فيك مجال بخص الـ human rights او من حيث المجال اللي أنت ناوية تتعلمي كتابة مقترح فيه، هل تشتغلي مقترحك في التعليم، في الصحة، في الحماية، في ممكن economic empowerment. طيب إذا أنا بكتبها هنا اسمك، يعني اسمك جمان صح؟ هكذا صح؟ جمان الخطيب. بما انه الاسماء ما تكررت انا بكتب الاسماء الاول بس. طيب دان، مرحبا، يعطيك العافية. اهلا أنا عليك. لاش طباوي، بعتذر عن الحضور متأخر، بس للأسف كنت خارج المنزل. أنا دان شطناوي، خريجة قانون من جامعة اليرموك، وحاليا أنا محامية متدربة وبعمل بمجال المنظمات الدولية من 3 سنين تقريبا، ما شاء الله. متطوعة وبشارك ببرامج تدريبية وبرامج أغلبها بتكون إما عن حقوق الإنسان أو بتكون عن برامج سياسية. حاليا عم بشتغل بمجال القانون والتدريب بنقابة المحامين الأردنيين، وصراحة من أكثر المواضيع اللي بهتم فيها اللي هي مواضيع سياسية، مواضيع حقوق الإنسان، وأيضا المواضيع القانونية. طيب احنا نتفق مثلا انت ممكن تطوري مقترح بالبروتكشن صح؟ الحماية. ممكن يس اوكي اذا تمام. طيب البقية مثلا راند ايش ممكن؟ education، أتوقع في مجال التعليم. تعليم. اوكي طيب من باقي معنا؟ حديد. أنا رح آخذ economic empowerment. تمام. سلام. نعم، أنا رح آخذ peace building and governance. governance. اوكي طيب تمام. ايناس. يعني صراحة دكتور شوي أنا صافنة من قبل، عم بفكر إنه شو بدي بالضبط. في بالي صراحة أكثر من شغلة، food security شوي interest فيه، والhealth the same، nutrition، فما بعرف يعني الآن مش حاسة حالي كثير مقررة، بس let's say health.
يعني until now. اوكي اذا احنا نعمل اينا صح يس اوكي. طيب من باقي معنا؟ نسينا ما 12 شتوان. اوكي انا يعني بحب انه اشتغل بالإديوكيشن. اوكي education تمام. لا بس انا طب شدوان مش إديوكيشن. عفوا عفوا عفوا. اوكي واحيانا انا اكتب الاسماء واحدد المجالات طيب السؤال المهم عندما نتكلم education، تعليم عالي ولا التعليم الاساسي؟ لا خليني اقول الأشياء الفوكيشنال والعالي يعني أكيد مش الأساسي. اوكي اوكي تمام. طيب من باقي معنا؟ شذا صح؟ او صحيح أنا كمان عم بفكر فيهم القطاعات كمان، إما education أو health صراحة، يعني يمكن أكتر شيء بميلهم. قرري. أقرر طبعا فيكي تغيري، بس انه الشيء اللي تشعري انه تحتاجي تعلمين. هلا صراحة يمكن خبرتي كلها في موضوع التدريب، فإديوكيشنال بحسه أقرب لإلي، بس كمان بحس كتير في البلد مشاكل بالهيلث يعني، فاتنين مش عارف. خلينا مبدئيا إديوكيشن، وإذا صار فكرة تانية ممكن إذا بقدر أغير. اوكي اذا اسمك انت تتكلم تقولي شذا ولا شذا؟ هو شذا اوكي بس بالإنجليش أنا بكتبها عادة شذا، يس لا تمام، بس قلت عشان بالفردين انا يعني. ما انطق وهكذا واكون واثق من كلامي. اوكي تمام. في حد متبقي وانا ما انتبهت؟ We are done I think. طيب معنا دكتور بقدر أضيف ملاحظة؟ هلا أنا بسبب إني تأخرت متأخر، فأنا ما كنت بعرف بالضبط التقسيم اللي حكيته بالبداية. أنت حكيت إنه المفروض يكون بس 2 أو 1 بالمشروع. ما أوكي تقدر ايوه تقول ليش؟ احنا الان لما ناخذ اسم كل حد منكم ونحدد القطاع، من اجل لما نبدا نطور مقترحات يفضل انه كل واحد منكم من اليوم الى اخر يوم بالماده يطور مقترح، كل جزء نغطيه يكمل المقترح تبعه. فاخر يوم انا اخلص ميزانيه، تشتغلوا ميزانيه، تكونوا جاهزين اليوم اللي اخر يوم للعمل برزنتيشن للمقترح، كأني يعني كأني أنا مانح وأنتم تحاولوا تقنعوني أجيب التمويل. اوكي اوكي تمام. بس هلا المقترح هذا رح يكون لكل شخص لحال، مقترح لحال، او رح يكون هو حتى دائما؟ كجروبز مش مسموح إلا ممكن 2 يكونوا في مقترح، بس إحنا بننصح كل واحد لحاله عشان يكون تقييمه واضح، كمان عشان يتعلم، بس كمان الخيارات عندكم. هذه نقطة. النقطة الثانية الاختبار النهائي هو ما فيش أسئلة، أنا بعطيكم طبعا بكرة بعطيكم أسئلة تجاوبوها، بس هو فعليا الدرجة الحقيقية للمادة هي بتكون على البرزنتيشن الخاص بالمقترح نفسه. اوكي بس هلا سؤال، هلا احنا بنهاية الدبلوم حنعمل مشروع ختامي للدبلوم، يعني حنعمل زي NGO، فهلا رح يكون مبني على المشروع يلي رح نعمله معك، يعني او الفكرة يلي رح المقترح يلي رح نعمله معك. هو شوف، لما احنا الان نطور مقترح مشروع، هو فعليا انتم تصمموا مشروع متكامل في هذه اكيد الماده، فهذا انا اعتبر انه اصعب حاجه ممكن انتم تشتغلوها في هذا الدراسه. ومش اصعب، هو ممتع لو اعطيتوني وقت. يعني مع انا اللي يقلقني لو حد منكم بدا يتغيب يعتبر انه ما يقدر يطور المقترح، فنحتاج وقت وهكذا. وطبعا المادة مصممة بطريقة ممتعة جدا، مسلية، تتعلموا حاجات. يعني بقول لكم حاجة، أي حد يحضر المادة ويستوعبها أنا أضمن أنه بيوصل أعلى وظيفة ممكن يوصل لها أي شخص في أي منظمة محلية أو دولية أو متحدة، هكذا باختصار. يعني أي حد استوعب المادة هذه وعنده لغة إنجليزية أنا أضمن أنه يقدر يشتغل أكبر وظيفة في أكبر مؤسسة أمم متحدة أو هيئة أمم متحدة أو منظمة دولية، لانه كل الناس بيتكلموا على هذا المصطلحات، اي شيء ذكر في الماده هي فعليا اللي الكل يتكلم عليها. فلذلك اعطوها وقت، لانه بتكون الاساس لانطلاقتكم في الحياه بشكل كبير،
وايضا لانكم بتكونوا فرصه للمنظمات الاردنيه، لانه كل ما قدرنا ان احنا نتعلم مقترحات، كل ما قدرنا ان احنا نكون نشتغل في منظمات، نساعدها في الوصول لتمويلات، نحسن بناء المجتمع، فانتم بتتحولوا الى فرصه للقطاع المنظمات، وايضا فرصه للمجتمع نفسه، لانكم قادرين توفروا تمويلات. وانا بحكي لكم في الجلسه القادمه كيف ممكن شخص واحد يعمل اثر كبير يعني. طيب تمام دكتور، شكرا لك. يعني شوفوا مثلا، انا لما تركت الطب في 2008 اشتغلت في كتابه المقترحات. خلال 2008 الى الان اكثر من 100 مليون دولار قدرت ان نحشدها من المانحين. فال 100 مليون دولار هذه كلها نفذناها اكبر مشاريع ممكن تتخيلوها، في الصحه، بالتغذيه، يعني في مستشفيات على مستوى محافظه كامله ادرناها، في مرافق صحيه، يعني عملنا اعاده تاهيل وتاثيث ونفقات تشغيليه لاكثر من 500 مرفق صحي. عملنا اعاده تاهيل وبناء مدارس لا يقل عن 600 700 مدرسه. عملنا مثلا توزيع غذاء لاكثر من 2 مليون شخص. يعني في شغل كبير اشتغلنا في كل القطاعات، وكلها جاء لان احنا تعلمنا نكتب مقترحات. لذلك جديا مهم يعني اعطوا لها تركيز كافي، وانا متاكد انها بتكون عباره عن ماده تغير حياتكم تماما. الدكتور ممكن حدا يعمل أكثر من بروبوزل بنفس الوقت؟ يعني يختار في أكثر من سيكتور يعمل تو بروبوزلز أو في الماده صعبه. طبعا انا اقول لكم حاجه، انا مثلا تعلمت ان انا اكتب في معظم المجالات، بس اخذت مني فتره طويله. يعني مثلا اول 3 سنوات كان كل شغلي في مجال الصحه، لا بما ان انا خريج طب. وبعدها بعد 3 سنوات اضطريت اتعلم شويه في مجال الامن الغذائي، شويه تعلمت في التعليم، شويه بناء السلام، شويه المياه والاصلاح والنظافه، وهكذا اخذت مني فتره وتدرج الى ان وصلت لمرحله ان انا غطيت معظم المجالات. ف يعني ما انصحش ابدا واحد يتشتت، لازم تاخذي مجال وتتعلمي، تحتاجي وقت لو ما تحترفي كتابه مقترح في مجال واحد. هي الفكره انه اذا اشتغلتي مقترح تعليم فانت بتتعلمي برنامج التعليم، فبتكون معك اكثر فرصه ان انت تشتغلي كمسؤوله تعليم. لو طورتي مقترحك في الحمايه بتتعلمي قطاع الحمايه، وبتكون اكثر فرصك ان انت تشتغلي كموظفه في مجال الحمايه وفي جهات مهتمه بالحمايه وهكذا. واضحه الفكره؟ او اذا تحبوا اوضح اكثر ما عنديش مشكله. هي واضحة، بس أنا أعتقد زميلتي إنه مش هذا زميلة لإلي، أعتقد إنه هي يمكن قصدها إنه بيكون في أحيانا بعض السيكتورز بتكون فيها كأنها يعني شغلتين، يعني تعليم صحي مثلا، أعتقد هي يمكن هيك قصدها، أو تشغيل صحي مثلا، خلينا نقول. اوكي، كانه مقترح يغطي مجالين يعني. يس. هذا احنا في هذا النوع من المشاريع نسميها الانتجريتد. احنا احيانا نعمل مشروع يكون فيه 4 قطاعات، يكون عباره عن طبعا. انتجريتد، بس فعليا لما تكتبي مقترح في 4 مجالات تضطري تعملي تطوير لاربعه لوجيكال فريم وركس، اللي هي الاطار المنطقي. وطبعا تطوير الاطار المنطقي صعب جدا، تنفيذ المشروع بيكون معقد جدا، يعني فيه دوبليكيشن وتكرار لحاجات كثيره، بس إنها ممكنة. ولما نسجلكم في يعني صراحة أنا مثلا بالبي ام فور ان جي او كثير أفكار بتطلع معك، أو أنا هذا كثير أوبزيرفد بكون أطلع أنا إنه كثير في مشاكل ممكن تختارها كموضوع وتطوره أو تحاول تحل له مشكلة، فمشان هيك يعني ممكن أجرب إني أعمل، يعني بما إنه إحنا بنتدرب ممكن الواحد قصدي يختار بنفس الوقت إذا عنده وقت يقدر يعمل على أكثر من يعني ممكن أختار مثلا أعمل على الهيلث والإديوكيشن والإيكونوميك مثلا إمباورمنت، أعمل هي كل واحد لأنه يعني هو جو شوفي لما نبدأ بالمادة. كتدريب احنا تريننج عم ناخذ، فالواحد كتدريب قصدي انه أيوة، بس هي ايده تاخذ على الموضوع على فكرة. عندما ندخل في المادة بتكتشفي إنه الموضوع معقد لدرجة إنه ما فيش مجال تفكري إلا بمجال واحد. يعني نصيحة يعني، لأنه بيحصل متاهة غير عادية لو تكررت خلص اذا المجال. الوقت كافي انه يخليني اتعلم انه مجال واحد معناها. ايوه، انجزي مشروع واحد واحنا نصفق لك ونقول لك اكسلنت. إن شاء الله خير. اذا ممتاز. خلاص، احنا نعتبر الان كملنا اول ساعه الانترودكشن. انا اسف مش عارف من اين جاء السؤال الان. فاحنا ممكن الان 3 دقائق ونبدا السيشن رقم 2، او لا، هي بنبدا السيشن رقم 1 لان احنا كنا في الانترودكشن.
طبعا السيشن القادم بيكون عبارة عن بحث عن المانحين، كيف ممكن نبحث عن مانح، التفكير حول الموضوع، نوعية التمويلات، مع ان احنا في نهاية المطاف بنركز على تطوير مقترح بنموذج واحد بنتكلم عليه. وبعدها ندخل نبدأ اليوم او ننتهي اليوم واحنا لسه بنفكر بمجال نفس اللي هو مجال المقترح. الجلسة القادمة ان شاء الله باليوم الاثنين بندخل تلقائيا، ندخل ديب في المقترحات. ف let's say دقيقتين ونبدأ السيشن القادم، بس عشان آخذ شاي ساخن عشان يتوقف السؤال. تمام. أنا آسف جدا للاضطرار إن أنا أتوقف. أوكي. طيب أحتاج أتأكد، هل إحنا مستمرين بالتسجيل صح؟ أوكي، التسجيل موجود. طيب الآن إحنا نقفل المادة هذه، ندخل في الجلسة رقم واحد. وبسم الله.
طبعا قبل ما ادخل الجلسه رقم واحد بعمل معاكم مشاركه بشكل سريع، استعرض لكم الماده هذه، بنوفرها لكم ان شاء الله من بعد بكره، ارسل لكم نسخه او حتى بكره نهايه السيشن ارسل لكم طبعا هذا الكتاب، كتابة مقترحات المشاريع، بتقدروا تطلعوا عليه في جدول المحتويات. هو عباره عن 100 صفحه، هي الماده يعني، او 136 صفحه، هذه هي ماده المادة كامل، بتتعلموا فيها الأساسيات كاملة حق كتابة المقترح. فبشاركها معاكم PDF، هو عبارة عن كتاب ينباع في السوق طبعا موجود، بس إنه أنا برسلها لكم PDF إن شاء الله إنه يكون مفيد، وبإذن الله يوما ما نوفر لكم نسخ هارد كوبي. نعود للمادة. طيب بسم الله. الآن السيشن هذه احنا نقدر نعتبرها كأنها نوع من التسويق يعني، او هي معمولة بالكونسبت او بالطريقة المرتبطة بالتسويق. ففعليا واحنا نشتغل على كتابة المقترحات، بنشتغل بطريقة يعني، واحنا نكتب مقترحات او عندما نبحث عن مانح لازم ان احنا يكون عندنا المنتاليتي الخاصه باصحاب التسويق. والمنتاليتي الخاصه باصحاب التسويق انه كيف ممكن نوصل لاكبر عدد من الناس عندما نسوق لاي منتج، بينما احنا كيف ممكن نصل لاكبر عدد من المانحين، لانه التحدي الان في منافسه كبيره، في كثير منظمات تتنافس على نفس المانحين، فكيف ممكن نوصل احنا لاكبر عدد من المانحين ونكون قادرين نقنع اكبر عدد منهم انهم يعطونا تمويلات. لذلك الشغل لازم يكون فيه شغل تسويق. كلمة بروسبكتينج هي تجيب معنى كأنها يعني كل ما يتعلق بالبحث وتحويل المانح من مانح محتمل إلى مانح أكثر احتمال أنه يجيب تمويل يعني. طيب الآن السيشن هذه فاندينج اند دونر بروسبكتينج، التمويل والبحث عن المانحين. عادة احنا في حاجة احنا نسميها الـ NGO life cycle، يعني مش قلتوا انتم في نهاية الدبلومة يفترض ان انتم تصمموا منظمة، فالمنظمة الفكرتها يعني، او عشان نشتغل كمنظمات لازم نكون معانا استراتيجية، او خصوصا المنظمات اللي شغالة بشكل صح عادة معاهم حاجة نسميها استراتيجي. الاستراتيجية هذه عادة تكون عبارة عن خطة كبيرة أو خطوط عريضة ومؤشرات لازم أو تارجت لازم ننجزها خلال 5 سنوات. فهذه الخطة دائما بعد ما تكون جاهزة نكون حددنا المجالات، زي ما أنتم الآن كل واحد منكم حدد المجال الذي سيقوم بتطوير المقترح فيه. عادة المنظمة في الاستراتيجية أهم ما فيها، وخصوصا اللي حضرتوا أنتم لو تلاحظوا الآن تكلمنا على 18 تشالنجز، يعني ان احنا قادرين كل منظمه، او خلونا نقول في العالم 18 مشكله دوليه، المنظمات ممكن يكون عندها 18 برنامج، لكن هل تقدر المنظمه تشتغل في البرامج كلها؟ لا. فيفترض المنظمه لا تعمل في اكثر من 6 مجالات، 7 10، وطبعا فيها مبالغه، المنظمات الكبيره جدا ممكن تصل الى انها تعمل 10 برامج، لكن عاده المنظمات الصغيره او البادئه احنا ننصح انهم يعملوا مثلا 4 برامج، 5 برامج، 6 ماكسيمم، ممكن يبدأوا حتى ببرنامجين او برنامج واحد اللي هي المجالات. فالاستراتيجية هدفها تحدد المجالات، مثلا في منظمات من البداية تقول انا بشتغل في التعليم والصحة والحماية والامن الغذائي، خلاص حددت المجالات. في منظمات تقول لا انا بشتغل في مجالات تحسين توظيف الشباب، في التمكين الاقتصادي اللي هو نفسه توظيف الشباب والنساء، ممكن يكون هو نفسه التمكين الاقتصادي، ممكن يشتغلوا في الأمن الغذائي، ممكن يشتغلوا في البيئة مثلا، و يعني كل ما يتعلق بالبيئة. في منظمة أخرى تقول لا أنا بشتغل في المياه والصحة والنظافة، وهكذا. فالاستراتيجية هي الأساس، حددنا المجالات والتارجتس والمؤشرات والأهداف، نبدأ نبحث عن تمويلات او مانحين بما يتناسب مع الاستراتيجيه. يعني مثلا المنظمه اللي عمرها ما عندهاش في الاستراتيجيه، يعني ما عندهم في الاستراتيجيه برنامج المياه،
أكيد أي مانح يعمل في مجال المياه ما فيش داعي يشتغلوا معه، لأنه أو يبحثوا عنه أو يحاولوا يوصلوا له، لأنه كيف أنا أبحث عن مانح أو أتعامل مع مانح أو أقدم لمشروع في مجال المياه واستراتيجيتي قالت أنه ما بشتغلش في مجال المياه؟ ممكن أنا أسألكم سؤال، لأني لهجتي مش لهجة أردنية، هل واضحة اللهجة؟ لأنه بالعربي؟ نعم واضح. نعم واضح، تمام، اطمن يعني، تمام، اوكي. اذا نعم اذا نبحث عن مانحين يعملون في نفس مجال عمل المنظمه كما ذكر في الاستراتيجيه. بعد ما نلاقي مانح اعلن واحتمال كبير انه مناسب لنا، نبدا نعمل تطوير المقترح. فانتم لو تلاحظوا الان التدريب اللي معي الان او الدرس او الماده هي عباره عن بحث عن مانح وكتابه مقترح، كان احنا بنتكلم عن مرحلتين من مراحل اللايف سايكل الخاص بالمنظمه. نكتب المقترح، نرسله للمانح، نتفاوض مع المانح، نعمل المراجعه المطلوبه، اذا قبل، ممكن يرفض طبعا، بس اذا قبل نبدا نتحول من مرحله البروبوزل، يعني بدل ما كان عباره عن مقترح تحول الى مشروع، فصرنا في مرحله اداره المشروع. نعمل اداره المشروع بكل تفاصيلها، التوظيف والتنظيم والاشراف والمتابعه وكل التفاصيل. نحتاج ان احنا نتاكد ان احنا عاملين مونيتورنج وريبورتنج، تقارير، متابعه، تعلم جميع الجوانب. ننتقل لمرحله التعلم، والتعلم هذا احنا بنتعلم من شغلنا السابق، يخلينا نبدا نغير الاستراتيجيه، والاستراتيجيه اذا تغيرت يعني نبدا نبحث عن مانحين مختلفين وهكذا. فهي عباره عن شغلنا بشكل مستمر. اي حد منكم يوما ما يكون مدير تنفيذي، مدير منظمه، ايش ما كانت، خصوصا السينيور بوزيشنز، تضطروا تعيشوا اللايف سايكل كامل، ما بتقدروش بس تركزوا على حاجه محدده. طبعا هل منكم حد شارك في بناء هرم؟ هذا سؤال. تخيلوا لو طلب منكم ان انتم تعملوا هرم. ايش اكثر شيء يلفت انتباهكم لما تشوفوا الهرم؟ قمة القاعدة الأسنان بصراحة أنا متانتو اوكي، يعني مثلا ما فكرتوش من قبل انه هل في حد فكر انه يهدم الهرم مثلا؟ صح ولا لا لا؟ بس ممكن واحد يكون فكر، مثلا احتل مصر في احد الازمنه ويقول لك انا ليش اترك هذولا؟ طالما هم عملوها الانظمه السابقه اذا احنا لازم ننهيها. ليش ما حدش فكر؟ من يتوقع؟ يعني أنا هحاول إنه أجاوب. يعني أعتقد إنه يعني ما دام إشي أوريدي صاير فأنا بحاول أبني عليه أو أقلده أو يكون لإلي مثلاً جايد لاين أو مش عارفة يعني، بس يعني إنه ليش بدي أهدم أوريدي إشي موجود وممكن حتى إنه أستغله بأشياء تانية مثل السياحة مثل أمور تانية، ممكن أستغل المعرفة اللي فيه، ممكن أستغل نفس الهرم. بس فأنا ليش بدي أهدمه؟ انت لو تلاحظي مثلا، احنا ممكن نقول هذا عبارة عن أصنام لازم نهدها يعني مثلا. هون حسب تعريفه، يعني أنا إذا عندي بناية مثلا قايلة للسقوط لا بهدمها وببنيها من أول وجديد، بس لما بيكون عندي مثل إشي على مستوى العالم يعني يعتبر آيكون، ليش أنا بدي لا لا، أخسر؟ أيكون الآن، لا أنا أكلمك ليش، احنا بنتكلم على 5000 سنة. صح، الآن أيقون معروف، الآن الإعلام خلاه أيقون، بس من زمان. أيوه ما هو ليش اللي قبلنا ما حدا عملها؟ يعني أكيد يعني في سبب إنه ظلت، يعني أصنام الكعبة تم تكسيرها بس هذا ما تم تكسيره. ممكن لأنه كان أظن في استفادة منه، يعني كان في ما الاستفادة الاستفادة قريبة، بس في 5000 سنة ما كانش حد عارف بالأهرامات. أكيد كان في له إشي فانكشنال المفروض يعني لكن ما هي الفكرة إنه لما صمموا الهرم صمموه بضخامة، ولدرجة انه لو قررتي تهدميه انت الخسرانة، يعني لانه صعب جدا. صعب جدا. بس صح ولا لا؟ صعب جدا، يعني تحتاجي ثروة أساسه عظيمة. متين مظبوط.
ايوه يعني من البدايه لما صمموا هذا الهرم صمموه بطريقه للبقاء الى يوم القيامه، يعني حاجه ضخمه، حاجه تفوق قدره البشر عن هذا، يعني حتى لو قرر واحد يهدها صعب يهدها. صح؟ لطيف لطيف جدا، صحيح. هذه نقطة جدا نحتاج ان احنا نفكر فيها. لذلك عندما احنا نؤسس منظمات، المنظمة ممكن في اي وقت تفشل وتتقفل، يعني هي مثلها مثل اي مشروع. بيكون عندنا الصعوبة كيف ممكن اعمل منظمة لدرجة انه نصل لمرحلة يعني تعمل اثر مستدام 5000 سنة. كيف ممكن المنظمة تصمم تصميم المنظمة في تطويرها لدرجة انها تكون لها اثر مفيد للناس الى ابد الابدين؟ فهذه من الاشياء اللي طبعا اي حد يؤسس مشروع او يؤسس منظمه اصعب حاجه نكتشف فيها الاستمراريه. كثير مننا يقول انا الان موظف لازم اعمل مشروع عشان اطمن على مستقبلي، بدل ما اكون موظف طول عمري لا انا بعمل مشروع. وهذه اسوأ كابوس ممكن واحد يبدا فيه. لماذا؟ لانه بدل ما كانت مشكلتي فقط كيف اصرف على نفسي واولادي، صارت عندي مشكلة كيف أحافظ على رواتب 20 50 موظف عندي. فهذه هي المشكلة، كيف ممكن أحافظ على، إذا أنا عندي مثلا 1000 مستفيد من المنظمة كيف أحافظ أنهم يستمروا ويستفيدوا؟ تصبح المشكلة معقدة جدا. طبعا السؤال هذا هو كان بس مقدمة، يعني مقدمة لهذا الفريم ورك. هذا عباره عن مصفوفه اسمها احنا بنسميها الان جي او جروث ليفلز، عفوا، اللي هي مستويات نمو المنظمه. هذه المصفوفه طبعا انا طورتها، مش انها موجوده في الكتب، بس انها يعني مع الايام انتم بتعرفوا انها بنيت بناء على خبره كبيره، تم تامل الاف النظريات الموجوده في مجال اداره المشاريع وبناء القدرات. بس الخلاصة أنه أحب أن أنا أسألكم سؤال مهم جدا جدا جدا. تخيلوا واحد منكم قرر أنه يعمل مقاطعة لمنتجات مايكروسوفت، فكرتوا فيها من قبل؟ من مننا يتجرأ ويحلف أنه لن يستخدم منتجات مايكروسوفت مدى الحياة؟ صعبة. فكرتوا فيها من قبل؟ أكيد ما فكرنا فيها لأنها صعبة، يعني وصلنا لمرحلة تقريبا نعتمد بكل شيء على منتجاتهم. طيب، من مننا يتجرأ ويعمل مقاطعة لجوجل؟ حد يقدر؟ ما يعني فيش، ما صح؟ صعب، تحس انه كل شيء يعني بتحسي كل ما بوصل لمرحلة انه ممكن استغني عن هذا، تجي لك شغلة ثانية لا ما بقدر استغني عن بس كذا. الفكرة يعني حتى مجرد طرح السؤال والتفكير فيه مرعب. يعني أنا يعني كل خطوة بيطلع لك خطوة. يعني عفوا، إذا والدتي بالسبعينية ما بتعيش بدون جوجل، ما حتجيب مني. لا لا، المشكلة وين؟ المشكلة مثلا تفكري اقاطع البحث وتذكري اليوتيوب، تقولي بقاطع اليوتيوب، تذكري ان تليفونك اصلا اندرويد. اكزاكتلي فيعني كل ما بتخلص نقطة بتوقع في واحدة ثانية. وين ما ضربتها عوجة زي ما بيحكوا. طيب اسالكم سؤال، هل منكم مثلا بشكل عام النساء بالاردن خصوصا، يعني إلى أي مدى مثلا كل مثلا واحدة تقول أنا مستحيل أروح مراكز مثلا المراكز الطبية الخاصة بنور الحسين، مثلا مؤسسة نور الحسين موجودة بكل مكان بالأردن. هذا هو السؤال اللي أوصل له، عندما أن مؤسسة نور الحسين مثلا منتشرة أنا طبعا أنا عشت بالأردن فترة طويلة، كان نعم. بيتي جنب المؤسسة وكل مكان أروح بنلاقي المركز الخاص فيه. فالفكرة أنه لاحظوا عندما نتكلم على بناء القدرات، المنظمة هي مستويات زي ما احنا كأشخاص مستويات، تمام؟ الآن مثلا لو سألتكم من منكم متأكد 100% انه قادر يجيب تمويل
مثلا مليون دولار خلال العشر سنوات القادمة؟ من منكم متأكد 100%؟ يعني إن شاء الله، بس بصراحة أنا مو متأكدة. لا مش حدا فكر. من يقدر هكذا يكون شجاع ويقول أنا؟ دكتور بتقدر تهدي السؤال إذا سمحت؟ من منكم قادر يكون شجاع ويقول أنا خلال عشر سنوات قادمة من اليوم بالتحديد إلى بعد عشر سنوات أقدر أجيب مليون دولار تمويلات وننفذ بها مشاريع لخدمة الناس مثلا؟ دكتور هذا السؤال اطرحه علينا بآخر الدبلومة وقت الكلية. لا لا، أنا الآن أنا قاعد أعمل لكم الأسئلة. يعني شفتوا بس أنا عم بفكر من هون لعشر سنوات يمكن الدولار يكون مش عارف شو وضعه. لا لا، خلاص خلاص شغلة خلاص، على العلم. مليون مليون دينار، مليون دينار يعني أحسن الدولار أحسن. ما هو السبب أنكم مش قادرين يعني ترفعوا يديكم بثقة؟ في خوف انه ما ننجح. ناس حابب تحكي لنا خلال 10 اشهر بيجيبهم، مش 10 سنوات. لا، تعرفوا السبب؟ وين انت وين استاذ حازم؟ مبارك ما شاء الله عليك. ايوه تمام، اوكي. انا خلال 10 اشهر مش 10 سنوات، صح، ممكن جدا. طيب ممتاز الاجابه استاذ حازم، حلوه، من اجل لانه الان جدا مهم انه الاستاذ حازم اجاب هذه الاجابه. خلونا الآن نعرف السبب أنه قال هكذا، وهل هو فعلياً قالها وهو واثق منها ولا لا، إحنا نقدر نحلل الموضوع. تمام؟ طيب الآن هي الفكرة أنه في سواء أنت كشخص أو كمنظمة أنت بتمر بخمسة مستويات. خلونا نعمل قياس كل واحد مننا في أي مستوى. تمام؟ الآن التحدي الأول في المستوى الأول، في المستوى واحد نسميها قابلية التطبيق. فأنتم بالنسبة لكم كلكم تقولوا معقول إحنا قادرين نجيب مليون في 10 سنوات؟ يعني بتعتبروا الموضوع غير قابل للتطبيق، أو أنتم مش متأكدين أبداً أنه قابل للتطبيق، صح؟ صح مظبوط. يعني عندكم أكثر من علامة استفهام أنه خايفين تقولوا يس، ويكون صعب جداً وما مش عاملين. لذلك أنتم الآن في أي مستوى؟ أول وان، هذا فيما يخص حشد التمويل، مستواكم، خبرتكم. الأستاذ حازم ليش كان متأكد 100% أنه قادر حتى في 10 أشهر؟ لأنه أولاً لو نلاحظ هو قد عاش المراحل كلها، هو كان ون يوماً ما في السنوات السابقة قدر أنه يجيب تمويل، فأصبح عايش في المستوى الثاني اللي هو قابلية التكرار، هو متأكد أنه قادر يجيب أكثر من تمويل. طيب بس هو تعدى هذه المرحلة، صار في المستوى الثالث، صار في مستوى احنا نسميها ايش؟ البريدكتابيليتي، هو في مرحلة التوقع، هو عارف انه قادر يتوقع خلال سنة انه او ممكن 10 اشهر او 9 اشهر انه يجيب مليون دولار، هو قادر يكتب مقترح وممكن يكتب اكثر من مقترح لاكثر من مانح، وخلال فترة قريبة ممكن تيجي المليون دولار، لانه اصلا عاشها. فهو الاستاذ حازم في مرحلة ثلاثة، بس لو تلاحظوا هو كان قادر، انا سألت في 10 سنوات صح؟ بس هو كان واثق من نفسه لدرجة أنه قال في كم؟ 10 شهور. أيوة، مليون دولار في 10 شهور. إيش معناها؟ أنه تعدى مرحلة البريدكتابيليتي، هو في مرحلة السكيلابيليتي التوسع، يعني هو واثق أنه قادر يتوسع في البحث عن المانحين ويوصل لهذا الموضوع في فترة أقل، يعني كأنه 10% من التارجت اللي ممكن أنتم تشوفوه مستحيل، صح ولا لا؟ صح. ايوه. المستوى الرابع احنا طبعا هنا لاحظوا قابليه يعني هنا قابليه التطبيق، انه واحد يبقى في المستوى الاول معقول انا قادر اعمله. طيب لو قدر يعمله، تخيلوا الان افترضوا واحد منكم كتب مقترح وفجاه قبل هالمانح وكان بمليون دولار، تمام؟ ايش بيبقى دائما يشعر فيه؟ يشعر انه بطل، لذلك احنا نسميه هيرويك. أي واحد يجيب أول تمويل حتى لو 5000 دولار بيبقى شاعر إنه سوبر هيرو، سوبر مان أو سوبر وومن. لكن إحنا اللي تعودنا نكتب مقترحات حتى لو لقينا 20 مليون دولار قدرنا نقنع المانح، ما عندنا أي نوع من الفرحة، لأنه خلاص تعودنا، صار الموضوع روتين جدا يعني. المستوى الثالث بيكون، لاحظوا البريدكتابيليتي،
البريدكتبيليتي القدرة على التوقع، انه في السنة الفلانية بجيب لكم مثال في المستوى الثالث. في المستوى انا كنت اسست منظمة اسمها ان اف دي اتش ار، تقدروا تبحثوا عنها في جوجل ان اف دي اتش ار. في ان اف دي اتش ار لما اسست المنظمة في 2012 كتبت لوحة وحطيتها للموظفين، قلت لهم كانوا 5 موظفين بدأت بهم وظفتهم، قلت لهم في خلال سنة ونص لازم نوصل لكم؟ لمليون دولار. أنا عملت لأنه لسه المنظمة أول يوم تأسست، قلت لهم لازم نوصل لمليون دولار في سنة ونص. لأن أنا أتكلم بخبرة، أنا أسست ان اف دي تشار وعندي خبرة 5 سنوات وكلها في كتابة مقترحات كانت. طبعا بعد سنة ونص تماما كم قدرنا نوصل لفلوس؟ أنا حددت مليون دولار. في السنة والنص وصلت ل 437 ألف دولار. اللي قدرت احشدها من المانحين في سنه ونص. لما وصلنا الى نهايه 2014 عملت مع الشباب تدريب، نفس التدريب اللي الان انا معاكم، وعملنا خطه قلت لهم لازم نشتغل في 2015 الى 2017 ب 3 مليون دولار. طبعا فقط في 2015 اشتغلنا ب 4 مليون و500 الف دولار في سنه واحده. وهكذا يعني، فاستمرينا ان احنا ننمو ننمو ونشتغل. بوريكم طبعا انتم بتقرأوا هذا النموذج، فكرته زي ما قلنا انه كل ما يكون الواحد عنده خبرة يكون قابل للتوقع. الخبرة تخلينا متوقعين، انا لو اشتغلت هذه السنة وعملت كذا وكذا مقترح بجيب كذا وكذا. ثم فدائما عشان تكون لاحظوا في اشخاص ما يشتغلش الا رد فعل، اذا حد ضغط عليه بيشتغل بيبقى في المستوى الثاني، وفي اشخاص نسميهم مبادرين، يعني باي فرصه بيستمر يحاول يوصل لها. فهذه نسميها طريقه القياده عباره عن مبادر. اهم نقطه في بيرسيستنس، يعني في نضج للفريق ومستمر ما يستسلمش، ودائما نستوعب كل متطلبات المانحين. واهم نقطه عشان نصل الان مثلا فكره، يعني بقول لكم السر في فكره الاستاذ حازم انه ممكن يوصل مليون دولار في 10 اشهر. السر هي هذه الكلمة. وضحت الفكرة؟ واضح واضح تمام. فكرة الريكارنت ايش فكرتها؟ فكرتها انه الاستاذ حازم الان اشتغل مثلا نفترض مع 20 مانح. هو اكثر شيء يخليه واثق انه بيروح لنفس المانحين ويقنعهم بشكل اسرع في 10 اشهر يجيبوا المليون دولار بالراحه. انا ما جهزتش هذا، بس انا ممكن بس اوريكم فكره. يعني شوفوا مثلا فكره التكرار، مش عارف اذا بيظهر في التلفون، ما بيظهرش، انا ممكن اجيبها لكم في سيشن، ما بيظهرش في الشكل البياني هذا، بس لاني تقرير جديد. عفوا. طيب انا برجع استعرض لكم التقرير. يعني مثلا في مانح واحد السنه الماضيه اشتغلنا معه، فقط مانح واحد السنه الماضيه ب 4 مليون و500 الف دولار، مانح واحد. فالفكره انه كل ما كنا وصلنا لمرحله تكرار التمويل من المانحين، كل ما قدرنا ننجح ونقدر نصل لمرحله ان احنا قادرين نتوسع ونصل للناس جميعا. فعموما النقطة هذه أو كمصفوفة هي تعطيكم تصور أنه حتى إحنا كأشخاص ما بننجحش فجأة، بنمر بمستوى أول ننجح ونبدأ نكرر النجاح، وبعدين نبدأ نتوقع النجاح بشكل واضح، بعدها نبدأ في التوسع، وبعدها نصل لمرحلة الاستدامة. الاستدامة زي ما قلنا الهرم جالس 5000 6000 سنة بنفس الشكل. فالاستدامة لن نصل، ما فيش حد يصل للاستدامة بدون ما يتدرج لمرحلة يصل الى انه يكون ايش؟ اكسبوننشال، والاثر في المجتمع يكون يونيفرسال. انتم عنده احنا نتكلم الاثر. الاثر اي حد منكم قرر انه يشتغل الان في المنظمات بيكون شغله محدود، وبعد فتره بيبدا يكون عشوائي شويه، بعدين يبدا شغله يكون منتظم وشكل مرتب ويبدا ينجز بشكل رهيب. بعد عده سنوات يصل لمرحله انه قادر يشتغل في اكثر من مجال. بعدين يقدر يبدا يكون يونيفرسال، يوصل لمرحله انه يشتغل اي مثلا زي ما قلنا 20 برنامج. الان لو طبقنا هذا الموضوع على مايكروسوفت وجوجل، ليش احنا بنعمل تحدي حتى لانفسنا ومش قادرين نقول يس؟ انه هل نقدر فعليا نقاطع منتجات جوجل ومايكروسوفت؟ ما بنقدرش. ليش؟
لانه شغلهم كان ايش، هم في المستوى الخامس جوجل وفيسبوك، عفوا هو فعليا ايوه في فيسبوك بس ممكن واحد يقاطعهم، لكن الان مثلا جوجل ومايكروسوفت هم بالمستوى الخامس وتاثيرهم يونيفرسال، يعني ما فيش حد في العالم الا ويتاثر بمنتجاتهم. طبعا جوجل في الصين هم مقاطعين لمنتجات جوجل، كان معهم الاندرويد زمان عبر التلفونات وعملوا مقاطعه، بس بشكل عام نقدر نقول انه اثرهم موجود على كل شخص، وهذا هو الصعوبه او هذا هي النجاح الحقيقي. صحيح. عندكم اي استفسار قبل ما انتقل من هذا؟ طبعا انا حاولت ان انا اشرحها لكم بشكل شويه مش منتظم، فمش عارف اذا قراتوه وتاملتوا فيها، انا برسل لكم الماده، اذا كان فيها حاجه تحتاجوا لها اسئله ممكن تسالوني وانا بعمل لها توضيحات. تمام دكتور، رح تبعت لنا الريكورد تبع المحاضرة صح؟ ايوه ببعث لكم الريكورد وكمان الماده الكتاب وكمان البرزنتيشنز كلها بتكون اوكي معنا. الان تمام فقط دكتور. لو عندكم ملاحظات تحتاجوا استفسار او توضيح معين من خلال الشرح تقدروا تحطوها في النقاط عندكم. طبعا شوفوا عندما نتكلم عن المانح المتكرر، اهميه المانح المتكرر، لاحظوا المنظمه الجديده، انتم سمعتوا عن منظمة دائما تتكلم على افطار الصائم صح؟ نعم سيزونال هذا هذه سيزونال، وفي منظمات دائما تتكلم على كسوة الشتاء او كسوة العيد، كسوة العيد سيزونال، او ممكن تقول على الحقيبة المدرسية بداية العام الدراسي سيزونال، ممكن تتكلم على بطانية الشتاء، ممكن تتكلم على ايش، شفتوا مع بعضهم ممكن يوزع ماء في الصيف في الطرق. الفكرة اللي أحب أوضحها أنه كل ما كانت المنظمة صغيرة كان طريقة التمويل تبعها سيزونال. المستوى الثاني دائما يكون متقطع، مرة يلاقوا مشروع في الصحة ويخلصوا المشروع ولسه يكملوا ما يقدروش يجيبوا تمويل في الصحة، فجأة يشتغلوا تعليم، يكمل التعليم ينتقلوا حماية، وإذا ما فيش برامج تستمر من أول يوم إلى آخر يوم، لذلك الأثر ما يكون عشوائي ومش منتظم في هذا المستوى. لكن أول ما يبدأ التمويل يكون متوقع تبدأ الشغل يكون المانحين متكررين، وأيضا يبدأ العمل يكون منتظم وأثر منتظم في المجتمع. في مرحلة التوسع يبدأ التمويل يكون متوزع، يعني شوفوا مثلا في 2017 كلمت فريقي في المنظمة، قلت لهم عملت لهم في الاستراتيجية انه لازم خلال ما بين 2017 الى 2020 لازم نكون وصلنا الى 20 مانح، لازم يعني معنا 4 سنوات لازم نصل الى 20 مليون دولار ولازم نصل الى ال 20 مانح. من اجل ايش؟ نحتاج تمويلنا يكون دايفرسيفايد، ما يكونش مرتبط بمانح واحد، لو تزاعلنا مع المانح هذا قفلنا وما فيش معنا غيره مانح، فاحنا نستمر لازم نعمل دايفرسيفيكيشن في مصادر التمويل، وبعدين نقدر نكون اكسبوننشال. ما بنقدرش احنا في بلداننا شويه نتوسع صراحه بشكل واضح لمرحله ان احنا نقول نكون اكسبوننشال، لكن المنظمه الكبيره اللي قادره انها تحشد التمويل من اي شخص في العالم عبر النت تقدر انها تصل لمرحله انها اكسبوننشال في نموذج التمويل، لأنه ممكن يحولوا كل شخص في العالم عبارة عن مانح، ممكن كل شخص يتبرع للمنظمة. طيب لو تلاحظوا هذا مثال من المنظمة اللي أنا أسستها اللي هي NFDHR، عملت لكم بس مثال توضيحي ما كملتش ما بعد 21، بس بتلاحظوا مثلا في 2013 حشدنا كم؟ 193 ألف دولار، 2014 628 ألف دولار، 2015 3 مليون و300 ألف دولار، 2016 3 مليون وشوية، 17 6 مليون، 18 8 مليون و500، 2019 9 مليون، 2020 11 مليون و400، 2021 11 مليون و300، أعرف 2022 وصلنا ل 13 مليون. فالفكرة أنه لو تلاحظوا هذا هو الهرم اللي أنا قاعد أشرح لكم. شكله هرم ولا لا؟ يعني في شكل هرم، في نمو يعني. فالفكره انه ليش قدرنا نصل لمرحله ان احنا طلعنا بهذه الطريقه، يعني ما يعني مش هكذا مره تمويل ومره ننزل وسنه نشتغل وسنه ننام،
ليش مستمر بهذه الطريقة؟ لأن احنا باختصار اشتغلنا وقدرنا ان احنا نحول المانحين تبعنا إلى ريكارنت دونرز. هذه أخطر حاجة، أخطر كلمة في التمويل، انه إذا نجحنا في تحويل المانح إلى مانح متكرر معناها ان احنا قادرين نكبر برامجنا ونتوقعها ونقدر نعرف كل سنة كم بنوصل تمويلات. طيب دكتور، أنا عندي استفسار بسيط. نعم. يعني ما شاء الله إحنا عم نشوف إنه في عندك تزايد على طول السنوات، بس السؤال إنه ما بين تقريبا 2019 2020 اللي هي كانت بداية كورونا، تمام، كيف قدرت إنك تحافظ على الاستمرارية هاي وفعليا ما تناقصت ولو يعني لجزء بسيط؟ هذا هي الفكرة، انه هل احنا بنشتغل اشغال هامشية؟ لا، احنا بنشتغل مثلا منظمتي تشتغل مع اهم المانحين في العالم. يعني مثلا برنامج الغذاء العالمي في اليمن يعتمد على منظمتي في تقريبا حوالي 12% من الجمهورية اليمنية. احنا نوزع غذاء بشكل شهري مع هذا المانح. خلاص احنا حق البارتنر في 37 مديرية من اجمالي 330. فما يقدرش المانح يوقف لانه الناس معتمدين بشكل كامل على المساعدات الانسانيه. ولان احنا شركاء مع اهم مانح فاحنا مستمرين مهما كانت الظروف. نفس الشيء مثلا نقول مثلا لليونيسف، اكبر مشاريع المياه مع اليونيسف او صناديق التمويل الانسانيه، اكبر مشاريع مياه احنا اشتغلناها، سواء كورونا موجوده ولا لا لازم نستمر نشتغل مشاريع المياه. مشاريع الصحه، يعني كنا ندير في مراحل معينة أكثر من 130 مرفق صحي في نفس الوقت، نعمل لها نفقة تشغيلية، نعمل لها إعادة تأهيل تأثيث، نعمل لها طاقة شمسية، ندفع رواتب للكادر الصحي، نوفر الأدوية المجانية في أكثر من 130 مرفق صحي. فإحنا لازم، جاءت كورونا معناه إحنا لازم نستمر، جاءت وباء الكوليرا اضطرينا نشتغل وننتشر أكثر. فالمشاكل بالنسبة لنا كمنظمات احنا مفروض اصلا نتعامل مع المشاكل، احنا اصلا منظمة تشتغل في الطوارئ، فالمفروض انه اذا في طارئ احنا نشتغل اكثر، مش نتناقص. يعني يعني ما شاء الله دكتور، يعني خليني ألخص بصورة بسيطة إنه هذا الإشي بيعتمد على قوة البرنامج اللي أنت أصلاً أوريدي عم تشتغل عليه، على قوة المانحين اللي أنت عم تشتغل معهم. وتكرار المانح، تخيلي لو احنا اخذنا تمويل مثلا من احد المانحين واشتغلناه ماليا وفنيا بشكل غلط وتقارير، تلقائيا يتوقف التمويل. فهذه هي الفكره عندما قلت لكم تكرار المانحين. لانه اذا اشتغلنا ماليا تقاريرنا الماليه والصرف تبعنا صح، المانح كل ما يعطي لنا فلوس يرسل لنا شركات تعمل لنا تدقيق مالي. اذا شافوا ان انفاقنا صح وفواتيرنا واخلاءاتنا وكل شيء صح، طبعا يتعاقد مع جهه استشاريه اخرى، تنزل للميدان تسال المستفيدين، تتاكد وتعمل تحقق من كل شيء، يتاكدوا فعليا انه الشيء اللي احنا خططنا له فعليا نفذناه في الميدان. فاذا عندنا كادر قوي في المتابعه والتقييم في اداره المشاريع وفي الاداره الماليه وفي المشتريات وفي كل الجوانب وفي قياده متابعه للتفاصيل، معناه ان احنا المانح بيكون دائما راضي علينا وبنستمر. فعشان اوضح لكم الان في هذا الشكل، لاحظوا يعني مثلا عندنا هذا المانح كم اتفاقيات وقعنا معه، يعني كم مشاريع خلال، طبعا انا عملت لكم هذا التقرير كان في 2021 واحنا تاسسنا في 2012، يعني خلونا نقول انه في 10 سنوات هذا الكلام. في العشر سنوات انا اتذكر وانا ايش سالتكم، قلت لكم كم قادرين تعطوا فلوس في 10 سنوات، صح؟ كان السؤال. صحيح. ما بين انه لان احنا بنتكلم على المستوى، احنا في مستوى عالي، لاحظوا كيف. فانتم لو تجمعوا حجم التمويل هذا، انا طبعا هنا الارقام هي الارقام اللي هي فلوس كاش، مش المساعدات التمويلات اللي نحصل عليها عينيه. يعني مثلا في 2000 واظن 2020 او 2021 تقريبا وزعنا غذاء ب 97 مليون دولار قيمه الغذاء. فاحنا ما ذكرت لكم حجم يعني اسعار الغذاء اللي وزعناه، بس انا حسبت لكم اللي استلمناها فلوس تحولت الى حسابات الان اف دي تشار. فالفكره اللي اوصل لكم، لاحظوا كيف هذا المانح مثلا عندنا 47 اتفاقيه، هذا المانح عندنا 19 اتفاقيه، هذا المانح اللي دبليو اف بي مثلا 9 اتفاقيه، هذا مثلا 10 اتفاقيات.
لاحظوا كل ما كان المانح مرة واحدة اشتغلنا معه كل ما يكون علامة استفهام انه لماذا لم نتكرر، لماذا لم نستمر مع هذا المانح. وهكذا الفكرة الآن لو تلاحظوا احنا تقريبا نفذنا حوالي 120 مشروع في 10 سنوات، فكنا تقريبا بمعدل كل شهر نقدر نجيب تمويل جديد، كل شهر معنا تمويل جديد. ما هو السبب لو سألتوني؟ السبب انه لو تلاحظوا مثلا في هذه المرحلة انا كنت اشتغل لحالي، كنت اكتب مقترحات. في 2014 كنت اشتغل لحالي وبدأت وظفت واحد بدأ يتعلم معي. في 2015 لاحظوا كيف بدأ النمو بشكل حقيقي. في 2015 دربت 11 شخص وكلهم بنفس خبرتي، استقطبتهم خريجين ماجستيرات وبكالوريوس ولغتهم قوية، دربتهم نفس التدريب اللي بدربكم الآن، وبدأنا نكتب مقترحات، يعني توسعنا بشكل كبير. فكنا 11 شخص بروفيشنالز، لذلك قدرنا ان احنا نبني برامج، احنا نكتب مقترحات وفي نفس الوقت احنا ندير المشاريع، خبرة كبيرة وعندنا قوية، إدارة مالية قوية ومشتريات، خلاص نشتغل بشكل روتيني مثلنا مثل أي منظمة دولية. فالنمو اللي أوصلكم فيه إنه حجم النمو اللي حصل مش لأننا إكسبرت، أنا فقط عملت حاجة واحدة، إني بدأت وفي نهاية المطاف دربت فريق، الفريق كان قوي جدا اشتغل. هذه هي الفكرة، يعني تحول إلى زي الترس، خلاص هذا يسند هذا وتبدأ عجلة تدور وتستمر بإذن الله، وإن شاء الله إن احنا نستمر بشكل أكبر يعني. فالتحدي الآن القدرة على تكرار التمويلات من نفس المانح. كل ما قدرنا إن احنا ننوع من أكثر من مانح كل ما كنا أقوى. الآن احنا دائما نتكلم على دائما نسأل المنظمات في أي مستوى أنت؟ هل أنتم في مستوى البطولات لأنكم ما زلتوا في البداية؟ دائما المنظمات في أول مرحلتين بيكون التحدي أكثر شيء هو كيف يقدروا يوصلوا للتمويل. أصعب شيء يعانوا منه المنظمات اللي في المستوى الأول والثاني إنه هل قدروا يوقعوا اتفاقية جديدة ويحصلوا على تمويل ولا لا، ولأنه يشتغلوا على شكل مشاريع مشتتة. لكن أول ما يشتغلوا على شكل قطاعات يبدأوا يكونوا، إيش التحدي لما يبدأ التمويلات تزداد؟ أكبر تحدي بيكون جودة العمل، جودة التنفيذ، لأنه الفلوس ما هيش مشكلة، المشكلة هل نحن فعلياً مع ان معانا كثير مشاريع قادرين ننفذها بجوده عاليه، قادرين نحافظ على مستوى رهيب وجيد من التقارير والشغل مع المانحين ام لا. فهو يعتبر هنا التحدي. لاحظوا في المستويات الاخيره التحدي هو الكواليتي او الجوده، لكن في البدايه التحدي هو التمويل. زي اي شركه بيكون اول تحدي كيف يجيبوا زباين او عملاء، بس بعد ما يزدادوا الزباين والعملاء يبقى التحدي يبداوا ينتجوا كثير ويبدا الجودات تتلخبط، يعني كيف يحافظوا على جوده المنتج. الآن السؤال المهم، لن تستطيع أن تكون مبادر في حشد الموارد أو في إدارة المنظمة إذا أنت تعمل وحيدا، لازم يكون معك كادر من أجل أنك تنتقل لمرحلة أنك تكون برو أكتف وقادر أنك ما تخافش من الديدلاينز والمواعيد الأخيرة لتسليم التقارير، المواعيد الأخيرة لتسليم المقترحات، التفاوض مع المانع وغيرها يعني. طبعا عشان اكمل لكم الموضوع، عندما مش قلنا انه احنا لازم نعمل تنوع، فالتنوع بالنسبه لنا لو تلاحظوا مثلا في مجال الواش اللي هي المجال هذا، الواش اختصار للمياه والصرف الصحي والنظافه، واتر سانيتيشن هايجين. فمثلا حصلنا على 17 مليون، خلونا نقول 18 مليون دولار، والمستفيدين كانوا حوالي 2 مليون، وعدد المشاريع 36. بالصحه والتغذيه وصلنا لهذا المبلغ، هذول المستفيدين 800 ألف وشوية، 23 مشروع. الأمن الغذائي 13 مليون، طبعا بشكل تراكمي، هي في شوية تراكمي في ال ها عفوا لا هذا في التمويل. أنا اتلخبطت ما بين المستفيدين والأرقام يعني. فالأمن الغذائي وسبل المعيشة وصلنا لحوالي 14 مليون دولار، وصلنا المستفيدين مليون و693 ألف، 27 مشروع. في التعليم 4 مليون و600 ألف، وصلنا ل 198 ألف طالب وطالبة، و18 مشروع في الحماية. وهكذا لو تلاحظوا تنوعت تمويلاتنا في أكثر من مجال. تنوعت التمويلات في أكثر من مجال، هذا الشيء ساعدنا إن احنا إيش؟ ساعدنا إن احنا يعني نصل لمرحلة إن احنا ننفذ 119 مشروع ومستفيدين، وصلنا طبعا 5 مليون ممكن يكون فيها تكرار، بس فعليا 2 مليون وصلنا لهم،
وتمويل إلى 2021 وصلنا إلى 53 مليون دولار. لاحظوا أنا سألتكم على 10 مليون دولار، لا سألتكم على مليون دولار، من يقدر يحش التمويل في 10 سنوات؟ لاحظوا هذا، احنا وصلنا ل 53 مليون. طبعا انضمت لنا الآن إيمان. إيمان، أنت إيمان اللي اشتغلتي معنا صح؟ طبعا إيمان كانت عندنا مديرة برنامج، فلو هي موجودة. أيوة أهلا 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 إيمان. دكتور، عفوا تأخرت. لا هذه مصادفة جميلة والله إن أنت معنا في البرنامج. أنا اللي أتشرف الصدق، شكرا يا والله دكتور. هذا خبر جميل. وطبعا إيمان اشتغلت معنا مديرة برنامج، وكانت الشلتر هذا شوفوا رقم 6، هذا اللي أدارته إيمان. يعني المفروض أنت تكملي الدرس يا إيمان. أنا ما قد سمعت إيش الموضوع، لكن إن شاء الله يعني بضيف إضافات في التدريب. طيب بما انه انت احنا ما عملناش تعارف، طبعا احنا كلنا عملنا تعارف، انت بترجعي تشوفي الفيديو والبقيه بيتعرفوا عليكي، بس ممكن قبل ما انتقل أيوة ممكن تعرفينا، ممكن تعرفينا عنك، عن وين تشتغلي الان ووين مقيمه الان وهكذا. يا دكتور، هو معظم الأشخاص إحنا قد أخذنا معاهم تدريبات سابقة، فإحنا نعرف بعض، بس ممكن اوكي تدين نبذة بسيطة. أيوة، اوكي ما أعرفش طيب إذا في حد جديد، بس أعتقد إن إحنا كلنا معروفين. خلاص، اذا تعرفوهم وانا اعرفك خلاص، اذا ممتاز جدا. بس إحنا بنحب نتعرف شكرا. عليها، بتوقع أنا وزميلتي سلام ما أظن بنعرف ست إيمان. ولا أنا. ها اذا أوكي عرفينا خلاص، يا ايمان، عرفينا يا ايمان. أنا إيمان الشرفي من اليمن. حاليا أنا أشتغل يعني فريلانسر. اشتغلت 6 سنوات في الـ Humanitarian Response and Development، وعندي خبرات في كتابة المقترحات، وإن شاء الله نستفيد من الدكتور عادل أكثر وأكثر. وبس، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا، شكرا إيمان. إن شاء الله إنه إن أنت تلاقي حاجة جديدة في التدريب بإذن الله، بعكس البقية يعني، لأنه يعني ربما ما يعني ما وصلتهمش المادة من قبل، فبإذن الله بتكون المادة مفيدة بإذن الله تعالى. احنا طبعا في اول سيشن وكنا بنتكلم على مدخل على حشد التمويل والبحث عن المانحين. طبعا أيوة، إن اتكلمنا شاء في الله نرجع على الريكورد. عفوا اها عفوا، برجع على الريكورد. تمام، شكرا. اهلا وسهلا. طيب طبعا احنا تكلمنا معاكم في البدايه على الان جي او استراتيجي واهميتها في الان جي او لايف سايكل، بس بشكل عام عاده في الاستراتيجيه باختصار لازم ان احنا نحدد البرامج ونوعيه المجالات اللي نشتغل فيها، ودائما نحدد تارجت كم عدد الناس الذي سنقوم بخدمتهم خلال 5 سنوات في الاستراتيجيه. وطبعا في التمويل انه كم نحتاج فلوس من اجل نوصل لهؤلاء الناس. يعني مثلا في منظمه ممكن تقول انا بشتغل في الصحه والتعليم والحمايه، وحددت المجالات وتقول انا بوصل مثلا ل 100 الف مستفيد في ال 5 سنوات القادمه، وعشان اوصل ل 100 الف مستفيد احتاج مثلا 2 مليون دولار تمويل خلال 5 سنوات. هذه اهم نقاط المفروض انها تظهر في الاستراتيجيه. طبعا من اهم المهام اي حد يشتغل في مجال التمويل، طبعا انا كنت مطفي التكييف وانا مستغرب ايش حاصل. ثواني اشغل التكييف عندي. انا من اول مستغرب ايش اللي حصل، ليش الجو فجأة حر وهو انا مطفي التكييف. ناسي الموضوع تماما. طيب اهم مهام يشتغل عليها فريق حشد التمويل، دونر اكويزيشن، يعني كيف ممكن نكتسب مانحين جدد وكيف ممكن ان احنا نقنعهم يجيبوا لنا تمويل. فاحنا نسميه كل ما نعمل في هذا الموضوع نسميه بروسبكتنج او انجيجمنت،
يعني ما بين ان احنا نبحث عن المانع، كيف ممكن نلتقي بالمانع شخصيا، كيف ممكن نرسل له ايميل او نتكلم معه تلفون او نعمل سبمشن للبروبوزال وقت ما يكون عنده فرصه تمويليه وهكذا. والتحدي الثاني لازم ان احنا نشتغل على الدونر ريتنشن، وهنا من اهم النقاط، يعني كيف نحافظ على المانح الموجود. والطريقه هذه احنا نقدر نسميها كالتيفيشن ريبورتنج، يعني ما بين ان احنا نشتغل صح، ننفذ الشغل صح ونعمل التقارير. هذه اهم حاجات نقدر نختصرها يعني. طيب، من النقاط المهمه اللي لازم نحطها في البال، انه يفترض ما نعتمدش على مانح واحد، يعني من اخطر الاشياء ان احنا نعتمد على مانح واحد. فكل ما قدرنا ان احنا ننوع مصادر التمويل يخلينا نطمن، وهذا الشيء يخلي اي حد يشتغل في المنظمات يعيش مرحلة، يعني ما تخيلوها حجم الصعوبة، انه الواحد مستمر لازم انه يحصل مصدر تمويل جديد، لانه مش ضامن انه قادر يستمر مع الموجود بشكل دائم. يعني تخيلوا مثلا، انا اعرف منظمة التقيت معاها في 2017 كانوا معتمدين على مصدر واحد، كان تمويلهم في السنة من هذا المانح 5 مليون دولار. فجأة حصلت مشاكل، ما لهاش علاقة فيهم، بس حصلت مشاكل بين دول وكذا، المانح فجأة توقف التمويل، وقف تمويلاته. فجأة المنظمة من مليون دولار سنويا أو 5 مليون دولار سنويا إلى صفر. اضطرت بعدين تقفل كل مراكز اللي كانت عاملها، مراكز رعاية الأيتام، مراكز خدمات اجتماعية، مشاريع مياه توقفت. يعني المهم حاجة الصراحة زعلت عليهم، يعني كيف أثرهم فجأة خدمتهم للمجتمع تتوقف لأنه اعتمد على مانح واحد. بالنسبة لأنواع التمويلات أو أنواع نماذج التمويل، المنظمات لما تتأسس لازم تقرر الطريقة التي تكون قادرة أنها تحشد بها التمويل. فمثلا أكثر نماذج تمويل، معنا 10 نماذج، نموذج المنح اللي هي الجرانتس انستتيوشنال فاندنج. فكرة الجرانتس على الأغلب أنها تكون من جهات مؤسسية ما تكونش من أفراد، يعني ممكن يكون في فرد يجيب تمويل بس انه نادر. في كراود فاندنج، اللي هو الكراود فاندنج التمويل الجماعي، واغلبه موجود فين؟ في الانترنت، في منصات. انا اسف ان شويه زكام، الصوت شويه يبين. قلنا التمويل الجماعي، في منصات في التمويل الجماعي نعمل فيها اعلان عن مشكله معينه، ونحتاج انتم لو تلاحظوا حتى في فيسبوك في حاجه اسمها فند رايزنج، لو احد منكم جرب. بعضهم يعمل مثلا اذا حصلت كارثه معينه لا سمح الله في اي مكان، يعملوا الناس على طول حشد تمويلات، والناس يقدروا من حساباتهم يعملوا تبرع لاي مشكله لاي حمله تمويليه. هذا يسموها التمويل الجماعي. في عندنا حاجه اسمها الدونيشنز اللي هي التبرعات، وكلنا نعرف التبرعات. وشفتوا يعني منظمات تعمل احيانا صناديق في المولات، عند محلات الصرافه، في البنوك، نقدر نجمع بها تبرعات، او ممكن حتى ان احنا نتصل لاشخاص نعمل فعاليات وهكذا. في جهات عندهم خريجين، مثلا يكون في اما مثلا متدربين خريجين من كورسات، من خصوصا الجامعات. الجامعات عاده فيها حاجه اسمها الالومناي، الخريجين لو معهم أعمال معينة تحتاج تمويل، المفروض أكثر ناس احتمالاً أنهم يمولوها هم خريجيها يعني. هذا أحد النماذج التمويلية. في حاجة اسمها الفعاليات الخاصة، سبيشال ايفنتس، أظن في الأردن كثير كانت تعمل. أنا أتذكر مثلاً كنت كثير شاركت في فعاليات في الأردن كانت مرتبطة مثلا بحشد التمويل، مثلا لمكافحة سرطان الثدي. فكثير كنت أحضر مع مؤسسة الحسين للسرطان، حضرت فعاليات كبيرة وكانوا يحضرون ناس من كل العالم. فهم ممكن يعملوا فعاليات معينة لحشد التمويل، وأنا متابعهم حتى الآن يعني أونلاين، واصلوا وهم يعلنوا أنه عملوا فعالية لحشد التمويل، ممكن يجيبوا فنانين ومشاهير وكذا ويحشدوا تمويل خلال الفعالية.
بيع المنتجات، في منظمات تبيع منتجات، في منظمات توفر تدريبات أو تقدم خدمات عبر مدارس أو مرافق صحية من أجل تأخذ فلوس من المستفيدين الناس اللي حصلوا على الخدمة، وهذه تتحول إلى تمويل. في حاجة اسمها سبونسرشيبس اللي هي الرعايات، وفي حاجة اسمها دعم حكومي، أو ممكن يكون والمؤسسين عبارة عن مانحين. وأحيانا احنا كمنظمة نسميها البولز ايز اوف فاندنج، يعني احنا كان بنعتبر هذا كأنه عيون الثور. يعني عادة لما نأسس منظمة ما بنقدرش للأسف نشتغل في هذه المواضيع كلها، نحتاج وقت انه تكون عندنا فريق قادر يحشد عن طريق الكراود فاندنج او عبر الايفنتس او عبر السيلز اوف برودكتس وغيرها. لذلك اغلب المنظمات عندما تتأسس خصوصا في دولنا بتكون عبارة عن دونر ديبندنت، للأسف بنكون عبارة عن منظمات معتمدين على المانح، ولذلك التمويل يكون أساس أو قلب يعني لو اعتبرنا أن هذه الدوائر عبارة عن وضع الأولوية لحشد التمويل. فإحنا مثلا معظم المنح أو معظم المنظمات بنأخذ المنح ونحطها في قلب الأولويات، ومعظم تمويلاتنا بتكون عبارة عن منح، وبعدين ممكن نقول نحاول نطلع تمويل من الكراود فاندنج، ممكن نحاول من بعض الفعاليات، والبقية نحاول يعني بتكون مش مهمة في الأطراف. عادة كل منظمة لازم تحدد ما هي النموذج التي تعتبر فيه أقوى. يعني أنا أعرف مثلا منظمة في بريطانيا معظم تمويلاتهم عبارة عن سبيشال ايفنتس، عبارة عن فعاليات خاصة، ممكن يتعاقدوا مع فرق فنية، الفرق الفنية تعمل جولات يعني جولات موسيقية في عدة مدن، ممكن ينتقلوا حتى إلى عدة دول ويعملوا فعاليات، والناس جزء من التذاكر تكون للمنظمة. فبشكل عام أو خلونا نقول إحنا معنا هكذا رول أو قاعدة، كيف نقدر نعتبر إنه التمويل في أي منظمة هيلثي أو أن هيلثي؟ إذا المنظمة عندها تمويل صح وصحي يعتبر في جانب من الأمان، لازم يكونوا قادرين يحشدوا عبارة عن تمويلات من كل النماذج الأخرى 30% على الأقل، ومفروض ما يأخذوش تمويل عبر الجرانتس اللي هو أول نموذج، المفروض لا يزيد عن 30% أو 70% من تمويلاته. كلما كانت الريستريكتد 100% كان أسوأ. وعندي سؤال لكم، ما معنى ريستريكتد وان ريستريكتد؟ حد سمع فيها من قبل؟ لو تلاحظوا ما هو العيب في التمويل رقم واحد أو النموذج رقم واحد، والعيب في النماذج الأخرى، أو ما هي المميزات؟ لما نأخذ تمويلات من جهات مانحة عادة إحنا نعمل اتفاقية، والاتفاقية الأجريمنت هذه فيها شروط، فيها محدد المناطق المستهدفة التي سنصرف الفلوس فيها، ومحدد فيها مجالات العمل وعدد المستفيدين ونوعية المساعدات ونوعية الأنشطة، فيها تفاصيل كلها محددة ما لا نستطيع أن نخرج منها. هذا احنا نسميه ايش؟ ريستريكتد، خلاص عبارة عن تمويلات مقيدة. لكن لما نجمع تمويلات من متبرعين أو ناس يتبرعون لنا بشكل فردي أو تمويل جماعي أو ممكن عبر الفعاليات، فما فيش حد بيعمل اشتراطات، على الأغلب إنها بتكون عبارة عن تمويلات غير مقيدة. هاي احنا ها. بتكون عبارة عن تمويلات غير مقيدة unrestricted، تساعد المنظمة أنها تستجيب بشكل أفضل. يعني مثلا لو حصلت كارثة لا سمح الله في أي منطقة، تقدر المنظمة تتخذ قرار يعني وتصرف من الفلوس اللي جاءت عبر هذه التمويلات، وعلى طول بنفس اللحظة تروح تقدم خدمات وتعمل إنقاذ للناس المتضررين. بينما المنظمات اللي تشتغل كلها restricted ما تقدرش تاخذ فلوس من الاتفاقيات وتروح تصرفها في مناطق جديدة حتى لو كانت كارثة، طالما فلوسها مفروض تنصرف نفترض في محافظة عندكم مثلا، في لو فرضنا الفلوس لازم تنصرف في جرش، معناها مستحيل يتجرؤوا يصرفوا الفلوس في معدبة مثلا، ما فيش مجال، لازم تنصرف في نفس المناطق المستهدفة، وهذه تخلي المنظمة أضعف. كل ما كانت المنظمة قادرة تتدخل في وقت يعني في وقت ملحوظ وسريع كل ما كانت أقوى. لو نلاحظ عندما نتكلم على تنوع التمويلات، تنوع التمويلات
احسن نموذج، احسن مثال انا اعتبره اللي هو مثال اوكسفام. مش عارف هل هذا البار اللي حق او هذا العمود حق زوم بيغطي العنوان ولا ما يغطيش؟ كيف اقدر اخفيه؟ بس الأسئلة كان واضح هو إنه انتم تشوفوا اوكسفام كذا بدون اي تغطية صح؟ صحيح. نعم. اذا تمام. احنا طيب نقدر نحرك ال اذا تمام. طيب الان في حاجة احنا نسميها كيف قدروا اوكسفام مثلا، اذا سمعتوا باوكسفام هي تعتبر من المنظمات المشهورة جدا في العالم، متواجدة في 95 دولة حول العالم. تأسست في اوكسفورد، لذلك في اسمها كلمة اوكسفورد، هذا او اكس اف اوكسفورد. وايضا في حاجه اسمها فامن اللي هي المجاعه، كانت عباره عن لجنه للاستجابه للمجاعه، واللجنه مقرها باوكسفورد. حصلت مجاعه في اليونان في 1948، وتاسست مجموعه حشدوا فلوس وعملوا استجابه للمجاعه في اليونان، وتحولت الى منظمه سموها اوكسفام وانتشرت في العالم. منظمه اوكسفام لو نلاحظ تنوع التمويل عندها حوالي 42% institutional funding، لاحظوا الجرانتس فقط 42%، معناه انه حقها تمويل هيلثي، معناه انه منظمه قادره تستمر مهما حاولوا الناس انهم يوقفوها قادرين يستمروا. عندهم تبرعات من العامه عباره عن هذه الفعاليات الخاصه، او عباره عن النداءات الاستغاثه، التبرعات الريجولار اللي اصبحت بشكل دوري عندهم بما فيها الهبات وغيرها، حوالي 39% من تمويلاتها. طبعا انتم عارفين كاجمالي مثلا هذا كان من تقرير 2018 2019، تعرفوا كم كان حجم التمويل في هذه المرحله؟ بيوصل احيانا الى نص مليار دولار تمويلهم السنوي، او خلونا نقول بالسنتين، يعني احنا نتكلم على تمويل كبير جدا يعني. لاحظوا هنا حوالي 17% عباره عن ايش؟ نفقات تجاريه، يعني هم معاهم تجاره، والتجارة هذه يعني أوكسفام مسجلة كشركة وكمؤسسة وبتمارس التجارة بشكل روتيني، والأعمال التجارية الخاصة فيها بتوفر لها حوالي 17% من إجمالي التمويلات، تقريبا يعني مبالغ كبيرة يعني على الأقل الصافي طلعوا 20 مليون دولار من إجمالي 180 مليون دولار اللي الأعمال التجارية تبعهم، بالإضافة إلى عندهم عبارة عن أرباح واستثمارات حوالي 1%، وعندهم أشياء أخرى حوالي 1 وشوية%. فالفكرة أنه في تنوع تماما لمصادر التمويل عندهم. أنا جبتها بس كمثال من أجل نعرف أنه كلما اعتمدت المنظمة على مصدر واحد زي ما نقول مثلا هذا كان الضرر، فكلما عملت شكل جديد لحشد التمويل كان أفضل. جدا مهم أن المنظمة تكون قادرة تحدد أولوياتها، لأنه صعب جدا يشتغلوا بكل النماذج التمويلية. ننتقل لموضوع المنح. موضوع المنح هو عبارة عن بحث عن مانح، فإحنا نعمل identify نحدد المانحين المحتملين، بعدها نعمل donor fit إلى أي مدى نسميها qualify، إنه إلى أي مدى هذا المانح مناسب إنه يتحول إلى مانح للمنظمة، هل يعمل في نفس المجال وفي نفس الدولة، وهل إحنا والمانحين ممكن نكون بنفس المستوى وقادرين نصل لاتفاق. وبعدها تجي مرحلة كتابة المقترح، نحن نعمل أبلاي، نسلم مقترحات ونحاول نقنع المانح يجيب لنا التمويل، ندخل مرحلة التفاوض ثم الوصول للتمويل. فلاحظوا أنه كم تأخذ مننا مراحل، عدة مراحل لما نصل إلى مرحلة المانح أو المرحلة أن احنا نستلم التمويل. طيب بالنسبة للتمويل الجماعي، في البداية نحدد حملة معينة لمشروع محدد، من خلالها ان احنا نبحث عن منصه تمويل جماعي ونعمل الاعلان عندهم، ونحاول نقدم الابلكيشن عندهم، وهم يعلنوا زي مثلا كراود فاندنج اذا سمعتوا عنهم، في حاجه اسمها جلوبال جيفنج. انا بجيب لكم قائمه بالمنصات، وفي طبعا اكثر منها، بس في مثلا زي جلوبال جيفنج ممكن كل منظمه تعمل بروفايل وتحط كل الوثائق اللي يطلبوها، وبعدين نعمل كامبين او حمله لحشد التمويل والناس يتبرعوا للحمله. مش كل المنظمات قادره انها تنجح، لكن في منظمات بتقدر تحشد ملايين عبر هذه الطريقه. يحددوا التارجت ومن المتضرر وكم يحتاجوا فلوس، ويخلوا الناس يتبرعوا، وفجاه ودائما يظهر لهم شكل انه كم الفلوس المطلوبه واين وصلنا.
دائما المنظمة المفروض عندما تعلن عن التمويل تبدأ تعمل مشاركة في كل طريقة ممكنة من أجل الناس يتبرعوا لها. طبعا لو تلاحظوا هنا في الدونيشنز التبرعات، هذه صورتي مع سعد بيج بن في لندن، وهذا الشخص من يعرف هذا الزي تبع من؟ ممكن حد يجاوب؟ الحرس الملكي البريطاني. الحرس الملكي، صح، لمجرد ان واحد يتصور معه كانه في بريطانيا، صح؟ صحيح. ايوه. فالفكره انه مثلا لو تلاحظوا هذا الشخص وين راح يتواجد عشان الناس يتصوروا معه؟ عند سعد بيج بن، صح؟ عشان ناخذ المعلمين. ايوه. فانا مثلا لو حبيت اتصور احتاج ان انا اتصور مع سعد بيج بن، بس كمان لو في واحد من الحرس الملكي موجود هذا بيعمل للواحد ذكريات حلوه، هذا طبيعي، صح؟ صحيح. طيب هو طلب مني ان انا اسلم له 2 باوند او جنيه استرليني عشان اتصور معه. طبعا هذا الشخص ما هوش من الحرس الملكي البريطاني، هو عباره عن شاب متطوع مع منظمه بريطانيه لابس بهذا الشكل، يعني لازم يداوم هناك فتره معينه وغيره يجي اللي بعده وهكذا. اي حد حاب يتصور معه يدفع 2 جنيه استرليني التبرع للمنظمه. لطيف. فالفكرة أنه عشان أتبرع، هل أنا رحت بريطانيا أتبرع لمنظمة بريطانية؟ صح ولا لا؟ من مننا بيتبرع لمنظمة بريطانية؟ المفروض هم يجيبوا لنا تمويلات، صحيح. صح؟ بس أنا رحت هناك تبرعت، أيش السبب؟ لأنه قدروا يعملوا فكرة بسيطة تخلي كل شخص أو معظم الأشخاص متحمسين أنهم يدفعوا لها. في فكرة التمويلات بسبب أو التبرعات من كثرة تواجدها من كثرة المنظمات صار الناس عندهم ملل غير عادي. طبعا انتم لو تلاحظوا في بلداننا المنظمات تنجح تحشد التمويلات بالتبرعات، بس مش كل المنظمات قادرة تعمل هذا الشيء، لكن في منظمات نجحت. عندنا في البلدان الإسلامية بشكل رئيسي يعني يعتمدوا على موضوع الخير والجنة والثواب، تبرع يعني هذا النوع من الكلام يعني. فعادة لازم يربطوا الأشياء بالدين من أجل أن الناس يتبرعوا، وهذه مشكلة. يعني مثلا مش كل منظمة قادرة أنها تظهر أنها منظمة دينية، طالما ما هيش منظمة مرتبطة أو فيث بيست، منظمة يعني بمبادئ دينية، ما بتقدرش تحشد التمويل، وهذه واحدة من المشاكل اللي كل أو أغلب المنظمات تعاني منها. لكن لو عملوا ابتكار معين، فكرة جديدة للتبرعات، بيقدروا يحشدوا تمويل. طيب الآن عندنا مثلا في منظمة حول العالم، أو مثلا الجمعيات الخاصة بالجامعات أو غيرها، نقابات مثلا. النقابات أنتم من وين بتعملوا التمويلات حق النقابة؟ من الاشتراكات العضوية أو شركات العضو أعضاء أيوة أو اشتراكات سنوية، فهذا نموذج من نماذج التمويل. وخدمات بيقدموا للأعضاء فبيدفعوا مقابل الخدمة. أيوة، إذا حاجتين، تمام، ممتاز. طيب الآن لا عفوا، الفعاليات الخاصة، من أشهر الفعاليات، أنا عارف إنه في الأردن أنتم تعملوها شوية بس مش بهذه الطريقة، لكن مثلا في بريطانيا وأمريكا جمعيات مكافحة السرطان دائما تعمل ماراثونات، يلبسون الناس اللي هذا ثينك بينك. انا طبعا شاركت كثير في فعاليات في الاردن بصراحه في هذا الموضوع، فاعرف انه في نشاط غير عادي من قبل مؤسسه الحسين للسرطان في هذا المجال يعني. بس تخيلوا خلال 20 سنه اللي هو كانسر ريسيرش يو كي عندهم حاجه اسمها ريس فور لايف، جمعوا اكثر من 8 مليون شخص شارك في الماراثونات، حشدوا اكثر من نص مليار جنيه استرليني. وطبعا في امريكا في حاجه اسمها سوزان جي كامن فور ذا كيور، مشهوره جدا، هذه مؤسسه متخصصه في مكافحه سرطان الثدي، دائما يفشدوا تمويلات بالماراثونات في كل مكان. فكم شفت فعاليات؟ كم شفت فعاليات في هذا الموضوع؟ وهذا الشيء يساعد انه المنظمات تحشد تمويلات بشكل مستمر.
طيب طيب الآن نجي للنموذج السبونسرشيب. فكرة السبونسرشيب أنتم لو تلاحظوا هذا أحسن ترجمة للسبونسرشيب، من ممكن يترجمها بشكل صح؟ الراعي صح؟ هي الرعاية صح، بس هي فعليا مش الرعاية، يعني عشان نفهمها مشاركة الرعاية. يعني مثلا في بلداننا نحن نعمل سبونسرشيب بس مصطلح مختلف. يعني مثلا لو سألتوني ايش الفارق بين سبونسرشيب والدونيشنز؟ دونيشنز متبرع، سبونسرشيب بفوت معك بالحملة، بتستخدم اسمه بيعطيك فلوس. سبونسرشيب رعاية، احنا نطلق عليها رعاية عادة، يعني بالأردن مش عارف إلها اسم تاني عنا. شريك استراتيجي مثلا؟ لا، هو ممكن دونيشن مقابل إشي آخر، يعني مادة أو إشي. يعني الدونيشن يعني المقابل ما بده منك إشي، بس هون هم بدهم منك إشي، تحطوا اللوجو تاعهم مثلا، تذكر اسمهم، تدفع لهم ايوه، أحيانا. احنا بيخطر في بالنا انه سبونسر شيب، ايوه، انه زي ما مثلا الشركات تعمل رعايه للفعاليات وعشان يحطوا لافتاتها، صح؟ ايوه، هو ممكن، هذا هو ممكن، انما ما هوش هذا القصد بالضبط. يعني لو تلاحظوا مثلا، لو قلتوا لي ما هو احسن نموذج غير المنح اللي هو كان رقم واحد، ما هو احسن شيء من البقيه كلهم؟ Sponsorship. انا اعتبره سبونسر شيب. ليش؟ لأنه بمولك بكمية منيحة، وهو بيكون مهتم بالإشي اللي أنت عم تعمله، يعني في عنده اهتمام. طيب شوف اوضح لكم، احنا عندنا حاجه احنا نسميها الكفاله. شفتوا جهات معاهم كفاله ايتام، وفي نعم كفاله، يعني وصلت لكم الفكره. نعم نعم لماذا تعتبر هذا احسن نموذج تمويل؟ أنا أعتبره أخطر وأروع نموذج تمويل. ليش؟ لأنه لو تلاحظوا في التبرع، قال لي ادفع 2 جنيه استرليني، دفعت وتصورت معه، صح؟ بس هذا لو تلاحظوا، هذه الصورة أنا تصورتها في سان فرانسيسكو 2016. هذا كان شاب متطوع بيشتغل مع منظمة اسمها تشيلدرن انترناشونال، كان بيحشد تمويل عبر السبونسرشيب. أنا لو وافقت إن أنا أتحول إلى سبونسر، هو يطلب مني أدفع $30 من أجل أعمل كفالة لتعليم طفل واحد خلال سنة في دولة معينة. لو وافقت إيش كان بيحصل؟ هل أنا بدفع 30 وأمشي؟ لا، تدفع بشكل مستمر. أوكي، يعني لو دفعت 30 يعتبر دونيشن، صح؟ بس انت بتفضل بدك تستمر لكن سبونسر شيب معناه ان انا بوقع اني كل شهر كونتراكت. يخصموا من راتبي، او كل سنه $30. نعم، فالفكره انه انا تحولت الى ايش؟ الى ريكارنت، الى مانح متكرر. شفتوا في الخطوره؟ التزام. ايش ما تتذكروا، لما قلت لكم لماذا الاستاذ حازم قدر يقول انا بدي تمويل في سنه كذا وكذا، بينما انتم ما تقدروش، لانه واثق من التمويلات المتكرره. الفكرة لماذا يصبح التمويل متوقع؟ لأنه لو لاحظوا مثلا، أحسن مثال في السبونسرشيب، من سمع بمنظمة اسمها سيف ذا تشيلدرن، أو رعاية الأطفال؟ هذه تعتبر من أكبر منظمات العالم، هي أوكسفام متنافسة، وفي غيرهم طبعا كبار يعني، بس خلونا نقول لو نتكلم على أكبر 10 منظمات دولية، ممكن تكون هي واحدة من أكبر 10 منظمات دولية. هذه سيف ذا تشيلدرن موجودة طبعا فروع في يمكن العالم كامل. تخيلوا مثلا معاهم فقط من أمريكا 100,000 سبونسر ل 100,000 طفل. تخيلوا لو السبونسر وافق فقط أنه يدفع $100 في السنة للطفل، تمام، وعندنا 100,000، كم يعني سنويا مضمون تمويل موجود بشكل روتيني؟ وطبعا تعرفوا في امريكا بيحط الفيزا كارد، فهي تختصم تلقائيا، يعني المنظمه ولا تبذل اي مجهود عشان تحصل المبلغ. $100 في 100,000 يعني مضمون $10 مليون سنويا موجوده. تخيلتوا حجم روعه السبونسرشيب.
بنفس الطريقة الجمعيات اللي بتعمل كفالة، كفالة الأيتام أو كفالة طالب علم أو كفالة إيش ما كانت النوع، ميزتها إنه ممكن تشتغل وتجتهد وتجيب مثلا 1000 كفيل، كل كفيل بيجيب 100 دولار، يعني ضمنت في السنة مضمون 100,000 دولار كل سنة موجودة بدون ما تبذل أي مجهود. طب دكتور سؤال، هلا كيف قدروا عن جد يقنعوهم؟ احنا بنحكي عن برضو كمان مجتمعات غير دينية، تمام؟ انا عم بتبرع او مثلا بتعامل مثلا في مبدأ كفالة اليد انه هو اجر، تمام؟ بس انت بتحكي عن امريكا وانهم عم بتعامل معهم بطريقة مستمرة، فعليا هم موافقين انهم يدفعوا، فكيف وافقوا؟ يعني شو هي الاساليب اللي استخدموها لحتى حققوا غايتهم هاي؟ طبعا الاسلوب بسيط، اول حاجه لانه مثلا في موقع، اول شيء الناس الان يتعاملوا بال، طبعا احنا بنحاول بعد شويه بنوقف الدرس نكتفي اليوم لانه اول يوم عشان يحضروا البقيه كلهم من يوم الاثنين القادم، فباقي معانا بس سلايدين ونوقف وان شاء الله نكمل، بس هذا كملاحظه بس عشان سلايد اجيب استاذ حازم تفضل. تفضل. انا عذرا بقاطعكم وعذرا صوتي مش واضح، بس الموضوع كثير، سؤال كثير مهم، انه كيف تقنع الجهة المانحة فيك اكثر من مرة؟ ايوه، يعني هذا الموضوع مهم جدا. في جهات مانحة ما بتصدق على الله وتخلص من الجهة اللي توقع معها من اول مرة وما بترجع تتعامل معها. بالضبط. ممكن بالضبط. الاستاذ عادل بيعرف في خبر احنا ما خبرناكم اياه، يعني ما حد بيعرف، في الاسبوع الماضي حصلنا على اكبر تمويل بتاريخ مؤسستنا. ما شاء هو الله، اصلا مبروك. الله يسلمك، انت بتعرف مشروع بالاردن وباليمن، ما شاء حاليا ان شاء الله. الله راح يتنفذ وبالعراق ان شاء الله تعالى، له علاقه على موضوع التعليم. ما شاء الله. الله يسلمك، اللي حكيت لك عنه وبعثت لك في ايميل ايوه، عشان موضوع اليمن. فاحنا الان يعني الجهه المانحه هي نفسها صار لها 6 سنين، 5 سنين عفوا، السنه السادسه تشتغل معنا على نفس المنح، بلشنا معهم برقم صغير كثير والان صار رقم هيوج بصراحه، يعني ما شاء الله رقم ما شاء فلكي الله. بالنسبه لنا. الله يسلمك. الحمد فالان لله والف مبروك. الله يبارك فيك، الجهات المانحه بتطلع على عده امور، اهم امر فيها موضوع المصداقيه بالعمل، موضوع الثقه المتبادله، موضوع الوضوح، الشفافيه، موضوع النزاهه. يعني احنا الفكره ماخوذه عن دول العالم الثالث، انه إن أهم شيء تصرف المصاري اللي عندها على أشياء فردية لا علاقة لها بالمشروع. عشان هيك إحنا نعاني أحيانا من بعض الجهات في إنها صعوبة التعاون مرة أخرى مع دول العالم الثالث. في منظمات بتفتح بالأردن، منظمات مانحة بالأردن أو اليمن أو العراق أو حتى ليبيا وبعض الدول العربية، بتفتح مرة واحدة ما بتعيدها مرتين، صحيح تقول لك صحيح أنا عانيت من هذا الموضوع. صحيح ولما يروح الموضوع للقضاء، الجهات المانحة بتخاف موضوع القضاء لأنه بيصير في عليها مشاكل مع الجهات المانحة الأكبر في بلادها، صحيح صحيح فبتختصر الموضوع، بتبلع الخسارة تبعتها وبتروح. عشان هيك الجهات المانحة يهمها عدة أمور، أهمها المصداقية، الشفافية، النزاهة، الوضوح، والسلامة المالية وسلامة بالضبط الوضع المالي، لأن بالضبط الكور الرئيسي الموضوع عندنا اللي هو أمور المالية. إذا صحيح، أمورك المالية طيب فأمورك تمام، أمورك وغير المالية تمام، تتبع السياسات والإجراءات تمام. وكل شيء صح، المانح دائما يكون سعيد إنك تشتغل صح، دائما الحفاظ على المانح هو الأهم يعني. وبالنسبة كيف ممكن نقنع شخص إنه يتبرع أو يتحول إلى كافل طفل، تعليم طفل؟ الشيء طبعا من دوافع إنسانية، دائما الأشخاص اللي عندهم فلوس إذا شاف مشكلة ويشوف إنه قادر يساهم سنويا ويعمل حل للشخص وينقذ حياته بيشعر بالرضا وبيعمل لهم سعادة غير عادية، فهو الناس عندهم استعداد لو قدرنا إن احنا ننقل لهم المشكلة بطريقة صح، لدرجة إن احنا مثلا سيف ذا تشيلدرن، طريقة عرض المشكلات عندهم، هم يستخدموا الجانب اللي هو تراجيدي، دائما التراجيك يعني، يعني بيحاولوا دائما يجيبوا طفل والطفل هذا مثلا مشرد، او يعني دائما يظهروا الجانب الحزين جدا في قصة الطفل ليأثروا في المتبرعين ويدفعوا، بينما مثلا في منظمات زي وار تشايلد زي اوكسفام يرفضوا تماما انه يستخدموا هذا الاسلوب، لازم يجيبوا الطفل وهو سعيد وفرحان وكذا، بعكس سيف ذا تشيلدرن. هذا الشيء بيخلي الناس يفرحوا انه يكون متبرع، خصوصا مثلا كفالة تعليم طفل،
يقولوا اوكي انا لو دفعت في السنه، مثلا في دول يحتاج الطفل 100 دولار في السنه بس عشان يدرس، فيقولوا يعني انا لو دفعت كل سنه 100 دولار ما هيش حاجه، لو دفعت خلال 18 سنه من عمر الطفل هذا بدفع 1800 دولار بس، بيكون دائما احساسه انه كان سبب انه في طفل تعلم ووصل للمرحله كان مستحيل يوصل لها بدون هذا التمويل. فالجانب الانساني بيخلي الناس يتبرعوا ويستمروا. طبعا انا احاول اختتم. هذه الصوره في لندن مع حاجه، لو تلاحظوا هذا المحل اسمه اوكسفام، رغم انه انا قلت لكم هي منظمه اوكسفام من اكبر المنظمات، بس عندهم اعمال تجاريه تساعد على حشد التمويل، فدائما يقنعوا الناس يتبرعوا لهم بملابس، تكون اي حد عنده ملابس ما عاد يحتاجها بس ما زالت جديده يسلمها للاوكسفام شوب. هذا يسموه اوكسفام شوب، معاهم 700 اوكسفام شوب متوزعه في بريطانيا، غير المتاجر اللي هي اونلاين، متاجر كتب ومتاجر ملابس. وطبعا كلها هذه المتاجر تدار او الموظفين فيها كلهم فولنتيرز او متطوعين، فلذلك ما بيخسروش اي فلس على المتطوعين، وفقط في كل 10 20 محل يكون معاها مدير واحد، يعني بيصرفوا على موظف واحد يدير 20 محل، والبقيه كلهم متطوعين شباب وشابات، ويعملوا تنظيم للملابس، يعيدوا تاهيلها، يصلحوها ويعرضوها وتنباع. الفلوس زي ما قلت لكم في سنتين فقط كانت حجم الميزانيه التي ادارتها اوكسفام التجاريه 180 مليون جنيه استرليني، يعني مبالغ كبيره. اللي هو توفير التدريبات او الخدمات في منظمات كثيره حول العالم، تعمل مرافق صحيه او مستشفيات او مدارس اهليه او جامعات، والفلوس الربح بيتحول الى تمويل لاعمال المنظمات. طبعا هنا المانح او المؤسس والمانح، وهنا كان احسن مثال بيل ميليندا جيتس فاونديشن، كان يعتبر اكبر مؤسسه تمويليه في العالم، واكثر تمويلاتها فلوس الاشخاص هذول. طبعا باقي النموذج الحكومي، في حكومات في اماكن معينه معها صناديق تمويليه، تقدر الصناديق التمويليه هذه توفر تمويلات للمنظمات، وهذه تعتبر احد النماذج التمويليه. تقريبا احنا نحاول نتوقف في هذا المرحله، ويعطيكم الف عافيه وصبرتوا معي ساعتين. ان شاء الله احنا نحاول نكمل الكلام الخاص بحشد التمويل والبحث عن المانحين، بنعمل تطبيق عملي اليوم الاربعاء، يوم الاثنين بنبدا نعمل تطبيق عملي، طريقه البحث عن مانح، كيف ممكن نتعرف عن المانح، كيف ممكن نبحث عنه ونتعرف عليه اكثر، كيف نحط يعني كيف نبدا نعمل استراتيجيه التمويل بشكل اوضح. فان شاء الله يوم الاثنين القادم نكمل، والف تحيه للكل. مش عارف اذا في مجموعه واتساب اذا ممكن تضيفوني فيها، وانا ممكن ارسل لكم الماده التدريبيه في الواتساب. بس يعطيك العافية، شكرا. قبل المادة التدريبية راح نبعتها بعدتك، مثل المجموعة الماضية راح نبعتها بعد التدريب، يكون أحسن عشان يركزوا معك أكثر. هو ممكن جدا، ممكن جدا. بس المادة، أما سلايدات مش مشكلة، أبشر عادي، بس المادة التوتال، المادة ايوه، الماتيريال ممكن الكتاب نخليه بالاخير، الكتاب وبالنسبه بالآخر للسلايدات برسلها لكم بالراحه. تمام، إن شاء الله بإذن الكريم. أنا بضيفك على الجروب بإذن الله. اذا هلا تمام. في الشباب، بس أغلبكم، في شاب اسمه خالد المجالي راح يتابع معكم على المجموعة. أنا من بكرة صعب جدا بصراحة أكون معكم، فالأسبوع القادم واللي بعده الله يحيينا إن شاء الله يا رب العالمين، راح يتابع معكم شاب اسمه خالد المجالي على رقم المكتب إذا اللي هو ممتاز آخر إن شاء الله، ممتاز، أهلا وتابع وسهلا. معه إن شاء الله. إذا يعطيك نراكم إن شاء الله في الموعد، يعني لو سمحتوا تعالوا في الموعد المحدد من أجل ندخل كتابة مقترحات، ويعني يعني نمشي بالتايم لاين المحدد لنا. شكرا إن شاء جزيلا الله. للجميع، نراكم على خير. إن شاء الله، شكرا الله دكتور يعطيك عادل، العافية. شكرا الأستاذ حازم، شكرا، في أمان الله، في أمان الله. يعطيكم العافية، شكرا كثير لكم. العفو العفو.